مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده بيستضيف مباراه مهمه جدا 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 لكل عشاق النادي الاهلي ولكل جماهيره وللنادي الاهلي نفسه كمان، الاهلي والمقاولين. مباراه في غايه الاهميه بنستناها، عايزين نحقق مكسب باذن الله يكون النهارده ان شاء الله مع محمد يوسف المدير الفني في اولى مبارياته، يعني الفتره اللي احنا فيها. عماد النحاس في محمد يوسف النهارده، ومين هيكون صاحب الكلمه العليا؟ تعالوا بسرعه نروح ندخلكم في الاجواء ونروح نشوف كريم احمد عنده ايه من معسكر اقامه الفريق، ونرجع نتكلم في اخبار الاهلي النهارده واهم ما في اليوم، مباراه الاهلي والمقاولين. كريم احمد زميل العزيز، اهلا بيك. كل التحيه ليك يا كابتن ميدو في البدايه، وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الاهلي على موعد جديد في بطوله الدوري العام، الاهلي والمقاولون العرب على استاد السلام في الساعه 7 مساء. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن المرحله اللي فاتت كانت مرحله صعبه جدا على فريق النادي الاهلي من البطوله الافريقيه، واخفاق ايضا كمان في البطوله العربيه. اكيد يمكن زي ما قلنا واكدنا قبل كده، يمكن الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت والكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كمان مدير الكره، بيبذلوا جهد كبير جدا مع كل اللعيبه الكبار للحديث مع كل اللاعبين. الحاله النفسيه طبعا اكيد يمكن كل لعيبه النادي الاهلي في حزن شديد جدا، بجانب جمهور النادي الاهلي اللي كان منتظر اكيد حلم البطوله الافريقيه وايضا كمان البطوله العربيه. لكن كعاده البطل صفحه ولابد ان هي تغلق سريعا، كمان يتم تصحيح المسار بشكل كبير جدا على مستوى الجهاز الفني على اللاعبين بشكل عام، ويمكن كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيبذل جهد كبير جدا لخلال الفتره القادمه يكون فيه مدير فني ان شاء الله مستقر مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه. عندنا نسخه جديده من البطوله الافريقيه وتلاحم كبير جدا في بطوله الدوري العام، فان شاء الله باذن الله يكون موفق مجلس اداره النادي الاهلي في اختيار المدير الفني الامثل لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان الجهاز الفني المعاون الذي سيخوض خلال الفترة القادمة مباريات وبطولات غاية في الأهمية. كالعادة طبعا يا كابتن ميدو، بالنسبة لفريق النادي الأهلي احنا متواجدين في فندق الإقامة الخاصة بالفريق، 20 لاعب تم اختيارهم من الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي، شريف إكرامي وعلي لطفي وباسم علي وحسام عاشور وهشام محمد، أيمن أشرف، وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد الشيخ وأحمد حمودي، إسلام محارب، مروان محسن، صبري رحيل، سعد سمير وصلاح محسن، أكرم توفيق، سليف كولوبالي، ناصر ماهر ومحمد شريف وكريم ندبد. كمان يمكن لو بنتكلم على الغيابات والاصابات، عدد كبير جدا بيغيب عن فريق النادي الاهلي سواء للرؤيه الفنيه او للاصابات، لكن اكثريه طبعا اللاعبين وهي الاصابات على راسهم وليد ازارو واحمد فتحي ومحمد هاني والشناوي وعمرو السوليه، علي معلول، مؤمن زكريا، محمد نجيب وجونيور اجاي. لو بخص وليد، يمكن وليد ازارو طبعا الناس كانت منتظره ان هو يكون متواجد في هذه المباراه الهامه والمرتقبه وهي مباراه الاهلي والمقاولون العرب، لكن وليد ازارو اشتكى طبعا من تورم في القدم عاقته بشكل كبير جدا عن ارتداء الحذاء الخاص بالكره، ويمكن كان في تفضيل من الجهاز الطبي والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي باراحه وليد ازارو. طبعا يمكن خلال الايام القادمه والمباريات القادمه في تلاحم كبير جدا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو، فاكيد لابد يكون في التقاط الانفاس لوليد. وليد من اللاعبين المميزين واصحاب الجهد الكبير جدا، لكن اكيد اصابه لابد ان هي طبعا يكون في حفاظ عليه، لان الفتره اللي جايه النادي الاهلي والجهاز الفني محتاج كل اللاعبين، وان شاء الله كمان اللعيبه اللي راجعه من الاصابات تعود سريعا. في عدد كبير من اللاعبين خلاص في المراحل النهائيه من التاهيل، ان شاء الله الكل يكون جاهز لهذه المباراه. بنأكد كمان على نقطه مهمه وهو وليد سليمان، كان في اخبار طبعا خلال الايام الماضيه ان وليد سليمان عنده اجهاد في العضله الخلفيه، ويمكن ما اتحسمش الامر ان هو يكون متواجد في القائمه او متواجد في التشكيل الاساسي. لا، بنأكد ان وليد سليمان ظهر بشكل اكثر من رائع امس واول امس في التدريبات، ويمكن بيعلن جاهزيته ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه والمرتقبه. محاضرة أخيرة هنا في فندق الإقامة ستكون في الساعة 5 إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق، مستر كابتن محمد يوسف يكون موفق في اختيار التشكيل الأمثل لهذه المباراة. يمكن الأمور بالنسبة للجبهة اليمنى زي ما احنا عارفين غياب أحمد فتحي ومحمد هاني، لكن إن شاء الله يكون باسم علي النهاردة متواجد في التشكيلة الأساسية، عائد إن شاء الله من خلال فترة كبيرة، لأن مفيش يمكن خلاص الفترة القادمة لابد يكون كل اللاعبين إن شاء الله جاهزين وعلى هبة الاستعداد خلال المباريات القادمة. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كالعادة ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ونقل خاص لكواليس وأخبار النادي الأهلي هنا من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة. عودة ليك يا كابتن ميدو. شكرا ليك كريم على هذه التغطية المميزة، يعني
بصراحة أنا مش فارق معايا ومش فارق مع جمهور النادي الأهلي أي 11 لعيب يلعبوا النهاردة، إحنا اللي فارق معانا النهاردة إن إحنا نحقق 3 نقاط مهمة جدا جدا جدا، مهمة وأكيد حضراتكم عارفين 3 نقاط مهمة في كل حاجة بصراحة، عايزين بسرعة نستعيد الثقة، عايزين بسرعة ندخل في جو الدوري العام، خلاص فضينا مفيش ورانا أي حاجة خلاص، عايزين نقول للناس كلها إن الأهلي رجع ورجع بسرعة جدا، مكسب ومقنع كمان، أيا كان 11 لعيب اللي هيلعبوا مين اعتقد ان كلهم بيبقوا عند المسؤوليه ولازم كلنا ندخل في جو المسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا على عاتقنا كلاعبين نادي اهلي وكجهاز نادي الاهلي النهارده، محمد يوسف معاه، سامي قمصان معاه، عادل مصطفى معاهم، طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره اعتقد، ومعاهم طارق سليمان طبعا مدرب حراس، ان شاء الله يكون كل التوفيق النهارده نادي الاهلي ونرد بسرعه جدا على كل مش عايز اسمي يعني مش عايز اسمي موضوع كبير قوي بس يعني مش عايزين نسمي يعني، لكن احنا كجمهور نادي الاهلي عايزين نرجع وهنرجع ان شاء الله وهنرجع بسرعه جدا من النهارده باذن الله باذن الله. تعالوا بسرعه اقول لكم اخبار النادي الاهلي. الاهلي بيكثف اتصالاته مع وزير الرياضه لحل ازمه الجماهير، يعني حاجه مش مفهومه، انا عن نفسي مش فاهمه، حاجه مش مفهومه. جماهير نادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفينها احنا محتاجينها جدا، ما اعرفش ايه السبب ان اصل التيكت مش عارف راح فين عشان يتمضي من مين وعشان احنا نقعد نجري وراه لغايه ساعات قليله، مش عارفين تيكت فين، مش عارفين الجماهير هتروح ولا مش هتروح، 3500 مشجع اهلاوي مش عارف بصراحه، انا مش عارف بصراحه. جميل الاهلاويه، تعالى سمير، جميل الاهلاويه ملتزمه جدا في الفتره الاخيره، الجماهير الاهلاويه ماشيين يعني زي ما الكتاب بيقول في التشجيع، الجماهير الاهلاويه لا بتحدف ازايز ولا بتعور حد ولا بتشتم ولا بتهتف ولا اي حاجه، فمش عارف ايه المانع يعني بصراحه، يعني انا مش عارف ايه المانع، مش عارف ايه المانع ان 3500 مشجع اهلاوي من 70 مليون مثلا ولا 60 مليون اهلاوي يروحوا ورا فرقتهم يشجعوهم، وانتوا عارفين النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي محتاجه جماهيره جدا جدا دلوقتي، لكن هم بيسمعوا صوتهم حتى لو ما راحوش، مش دي المشكله، المشكله ليه ما يروحوش، ليه، ايه السبب، ايه المانع، انا مش عارف جماهير النادي الاهلي بصراحه يعني ايه السبب ان كل الموضوع ده يحصل. عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بيجري اتصالات مكثفه بالسيد الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه لحل ازمه الجماهير، ايه هي الازمه انا مش عارفها، واستعاد حق المشروع في حضور المباريات، حق مشروع ومشروع جدا كمان، مشروع جدا، احنا بنشوف جماهير بترمي ازايز وبتشتم وبتعمل كل حاجه ومفيش اي حاجه خالص، ايه جماهير الاهلي مالها يعني، احنا مش هنفضل طول عمرنا نقول حاضر ونعم، يعني في صوت وصوت كبير جدا كمان وصوت يخوف، فيعني لجماهير الاهلي تاخد حقها الطبيعي جدا انها تحضر ماتشات فريقها مش اكتر، مش عايزين حاجه، مش عايزين نقول مثلا 10000 و20000 و30000، احنا عايزين النسبه اللي انتوا حطيتوها، ايه السبب ان هم يتاخروا وايه السبب ان التيكت تتاخر، مش فاهم، انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم بصراحه. بنشوف نماذج يعني حاجه جميله جدا، بنشوف حاجه جميله جدا، النماذج اللي بنشوفها من التشجيع ازايز وشتيمه وضرب وكل حاجه ومفيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص، لكن جماهير الاهلي التزمت التزام تام بكل حاجه وفي كل حاجه وبكل التعليمات، ايه المشكله بقى، واحنا اللي بننظم كمان، ايه المشكله بقى، مش عارف. الأستاذ العمري فاروق رئيس نائب رئيس النادي بيقول إن في تأكيدات من وزير الشباب والرياضة إن هناك اتصالات في اتجاهات مختلفة وأن الأزمة في طريقها للحل. الساعة دلوقتي 5:10 والماتش الساعة 7. أزمة بدون لازمة وبدون عنوان، الأهلي يؤدي ميرانو غدا بدون راحة استعدادا لمباراة بتروجيت، أنتوا عارفين ضغط الماتشات، كنا سمعنا قبل كده من ناس ان احنا عايزين مساواه بيننا وبين الاهلي في ان يتاجل لنا ماتشات، واحنا قلنا قبل كده وانا قلت تحديدا ان الضغط اللي هيبقى على النادي الاهلي هيبقى كبير جدا لما الماتشات تكتر، 10 ماتشات للنادي الاهلي مؤجله، النادي الاهلي مطالب ان هو يحقق فيها فوز خصوصا بعد يعني هزه مؤقته ان شاء الله، لكن ان شاء الله احنا هنكون عند حسن ظن الجماهير الاهلاويه بفريقها باذن الله. بتروجيت هيكون يوم السبت ان شاء الله، مش كده يا جماعه؟ يوم السبت ان شاء الله، يعني خلاص بتلعب ماتش 3 ايام، تلعب ماتش تاني وبعد 3 ايام هتلعب ماتش تالت، بعد كده افريقيا، بعد كده بتدخل في جو الدوري العام تاني، ان شاء الله النادي الاهلي يكون قد
هذه المسؤولية. الأهلي يتوجه للسويس الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيتوجه إلى السويس يوم الجمعة المقبل بإذن الله استعدادا لمواجهة بتروجيت والتي تقام يوم السبت المقبل إن شاء الله، المؤجلة من الأسبوع التاسع. زي ما قلت لحضراتكم سلسلة من المباريات الرسمية المؤجلة للنادي الأهلي بتبدأ في شهر ديسمبر بمواجهة بتروجيت. أكيد طبعا محمد يوسف وجهازه الفني، مش عايزين نقول مؤقت يعني، نشوف الأحداث فيها إيه لغاية لما الدنيا إن شاء الله نستقر إن شاء الله على مدير فني أو نشوف الدنيا. أزارو بيواصل أداء برنامجه التأهيل، عارفين إن أزارو كان خد كدمة في وش رجله مورمة رجله زي ما كريم قال. أزارو مش عارف يلبس جزمة الكورة، بكلمكم يعني طبعا بأسلوب الكورة، مش عارف يلبس جزمة الكورة. الموضوع هو زي ما أنتم شايفينه بيجري بجزمة يعني كوتشي زي ما إحنا بنقول يعني. أزارو والسولية مستشفى الأهلي زي ما أنتوا بتقولوا عليها دايما في السوشيال ميديا، مستشفى فعلا، مستشفى فعلا. هنتكلم على الإصابات وهنتكلم قد إيه دور الإصابات مؤثر جدا في مشوار الفريق الإفريقي. خلاص إحنا في صفحة وقفلناها، بس في مشوار تاني عايزين بقى نعالج كل السلبيات اللي فاتت، وتدريب قوي للغائبين عن لقاء المقاولون العرب. عادل مصطفى أشرف على هؤلاء اللاعبين أو اللاعبون: مؤمن زكريا، أحمد حمدي، عمار حمدي، أحمد علاء، محمود الجزار، أحمد ياسر، ريان، مصطفى شوبير، وعمر جمال، وعمر بركات. أسماء بصراحة ماشي. برنامج تأهيل لثمان لاعبين في الفريق، ثمان لاعبين المستشفى: جونيور أجاي، أحمد فتحي، وليد أزارو، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، عمرو السلية، علي معلول، لاعبو الفريق. أنتوا شايفين الأسماء؟ أقوله لكم تاني: أجايي، أحمد فتحي، أزارو، الشناوي، هاني، ربيعة، السلية، معلول. يعني حاجة بصراحة تحزن إن كل دول مصابين. ونجيب كمان ما قلناهوش كمان، نجيب بيخضع لجلسات علاج مائي في حمام السباحة، خلاص إن شاء الله يكون قريب داخل في الفريق. ثلاث أرباع أخبارنا يا جماعة كل يوم إصابات، إصابات ثلاث أرباع الأخبار، وربع أخبار عامة. هنتكلم عن الإصابات وهنتكلم عن محمد الشناوي بعد ما خلص الأخبار. وبرج العرب يستضيف، دي أخبار بقى في العموم، برج العرب يستضيف لقاء الاتحاد والسموحة في كاس مصر، والجونة يقبل استقالة هشام زكريا. هشام زكريا المدير الفني السابق لنادي الجونة قدم استقالته وقال إن أنا هكتفي بهذه الفترة مع نادي الجونة. وأعلن النادي أن بديل هشام زكريا ومدرب محلي، وسيتم إعلان تشكيل الجهاز كاملا خلال ساعات. الجونة كانت تلقى هزيمة تقيلة جدا من الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة الـ16 للدوري الممتاز. إبراهيم نور الدين امبارح مع الجونة، بصراحة هشام زكريا لازم نقول اتظلم كتير من التحكيم، اتظلم كتير من التحكيم. شفنا قبل كده دخل الملعب واعترض في لقاءات أو لقاء مش فاكر كان مع مين، وامبارح بصراحة برضو يعني حاجة يعني لازم نتكلم، يعني لازم نتكلم يعني انذار في أول ثانية لفريق الجونة، بعد كده انذار ممكن يبقى طرد لمحمود علاء، منع كرة بإيده معرفش الحكام. هنتكلم أكيد مع الحكم أحمد عودة في الحالات التحكيمية، كان ممكن يبقى طرد، منع جول، ممكن انذار، الله أعلم. بعد كده إبراهيم حسن بيشد لاعب الجونة زي ما يكون لاعب الجونة كان هيقع في حفرة، ها هيقع في حفرة أو مثلا هيعدي عربية هتدوسه، فإبراهيم حسن بيشده وما خدش انذار. أنتم متخيلين يعني التوصيف؟ يعني لعيب خايف على لعيب قوي أو خايف على حد هيعدي شارع عربية هتدوسه فبيشده تحت مرأى ومسمع من الحكم وما خدش انذار. عادي جدا، عادي، بتحصل بتحصل، مفيش مشكلة عندنا. يعني معلش يا كابتن هشام، معلش يعني ان شاء الله ربنا يكرمك في اللي جاي، وعملت اللي عليك، كنت مقدم مباريات كويسة جدا مع الجونة، كان شكله حلو، لكن معلش الحمد لله هزيمة فعلا كانت تقيلة شوية، لكن ماشي ماشي. وطبعا ضربة جزاء امبارح جنش صدها ببراعة، برضو لازم نثني على جنش في ضربات الجزاء، حاجة جميلة جدا، وإن شاء الله يكون دايما موفق. 24 لاعب في قائمة الإسماعيلي الأفريقية، سمعنا أن عصام الحضري راح إنبي ووقع، عايزين نتأكد من الخبر يا جماعة لو هو وقع في إنبي فعلا رسميا.
سموحة يعلن التعاقد مع مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي 6 شهور. باسم مرسي 6 شهور في نادي سموحة، والاتحاد السكندري ينظم رحلات للجماهير أمام الزمالك في البطولة العربية، والحدود يجهز الطلائع لمواجهة الأهلي. دي كانت أهم الأخبار اللي معايا النهاردة. قبل ما نتكلم عن موضوع الإصابات في النادي الأهلي، أهم من موضوع ان انا اعالج اصابه ان انا اشوف سببها ايه. وانا قلت الكلام ده قبل كده، من موضوع مش موضوع ان انا اعالج. وطبعا مش بعفي الجهاز الطبي خالص، لان الجهاز الطبي لازم يطلع يقول جونيور اجاييه اتصاب. الاصابه المبدئيه بتكون بعد المباراه على طول او اثناء المباراه، بتطلع اصابه مبدئيه وبعد كده بناكد على الاصابه بعد ما نشوف الاشعاعات ونشوف الكشف العميق بقى للاعب، وبعد كده بنقول الاصابه مدتها من كذا لكذا وهيرجع ان شاء الله يوم كذا. بس احنا بقى بدانا ندخل الجهاز الطبي بيبدا يشوف اللعيب وفحص طبي تاني وفحص طبي تالت، لا الكلام ده بصراحه النادي الاهلي عايزين خلاص. النادي الاهلي فريق كبير جدا، لازم اصاباته معروف اتصاب امتى، تشخيصها ايه، مبدئي تشخيص خلاص كلي، مدته هيرجع امتى، ده المفروض. الاهم بقى ان انا اشخص وان انا اقول اللي هيرجع امتى. الاهم من كده اشوف سبب الاصابه ايه، هل هو حمل تدريبي، هل هو اهمال من اللاعب في حياته الشخصيه، هل هو يعني حاجات كتير جدا، هل هو اجهاد ذهني، هل هو اجهاد نفسي، حاجات كتير جدا لازم نشوف سبب الاصابه قبل ما نشوف علاج الاصابه. الموضوع ده كتير جدا في النادي الاهلي واثر عليها تاثير سلبي قوي في افريقيا بكتر الاصابات. عندنا لعيبه كتير جدا، احمد فتحي اللي انا دايما بقول عليه سيد الرجاله بصراحه، لان بيسيب مكان كبير جدا، كان مؤثر جدا. علي معلول، جونور اجاييه، ازارو في بعض المباريات، حسام عاشور في بعض المباريات، السوليه في بعض المباريات، ما اكتملناش. رامي ربيعه فتره كبيره جدا، باسم علي اللي ممكن يعود النهارده ويشارك في التشكيله الاساسيه. اصابات ولاعيبه مؤثره جدا، لازم نشوف الموضوع. محمد الشناوي لما انتقد بنتقد نقد بناء مش نقد هدام. محمد الشناوي في كاس العالم كلنا بلا استثناء قلنا حارس مصر الاول والحارس العظيم والحارس الكبير والحارس، انا بكلم ناس معينه ما بكلمش جمهور الاهلي خالص. جمهور الاهلي ليه حق يزعل من اللعيبه وليه حق يعمل كل حاجه هو شايفها في اللعيبه. جمهور الاهلي ليه فضل كبير جدا بعد ربنا على لعيبه الاهلي، فهو ليه حق يعمل اي حاجه بصراحه. انا بتكلم بقى عن الناس الثانيه الفتيين، ناس الفتيين اللي هو يشكر جدا في لعيب وتاني يوم اللعيب يغلط تلاقيه ذبحه خلص عليه. ده محمد الشناوي لا يصلح، ده محمد الشناوي ما ينفعش يجي الاهلي. وللاسف يعني اسماء كبيره ما ينفعش تقول الكلام ده. مش معنى ان انا مختلف مع مدرب كبير ان انا اطلع اخبط في المدرب عن طريق اللعيب، اسلوب غير مقبول بالمره. محمد الشناوي حارس كبير جدا، كل الحراس بتغلط، محمد الشناوي عنده مشكله كبيره جدا ان هو لازم يعمل الصح، وده غلط في الكوره، مش لازم اعمل الصح. محمد الشناوي كل الاجوان اللي دخلت فيه كور تافهه. تفتكروا في البطولة الأفريقية مش عارف كرة بيطلعها، مش فاكر ماتش ايه، سطيف اعتقد وفاق سطيف، ماتش الوصل كرة بالبوكس عايز يمسكها، عايز يعمل كل حاجة صح، وده مش صح في الكورة، مش صح في الكورة. لكن كور صعبة ما بتدخلش فيه، ما بتدخلش فيه. زي شريف إكرامي كان برضو نفس الفترة دي كده، كور مش لازم نعمل الصح، مش لازم اعمل كل حاجه صح. انا ممكن كره سهله جدا اطلع اديها بوكس واخلص. عصام الحضري دايما بشبه بعصام الحضري، لان عصام الحضري بالنسبه لنا احنا كاهلاويه، سيبك من اللي عمله وسيبك من الحاجات اللي عملها، لا حارس كبير جدا. دايما بضرب المثل بيه لان عصام الحضري جات له فتره لو ما كانش مانويل جوزيه اداله الثقه كان بطل كوره. ايام لما الدوري راح، ايام امبي الماتشين ورا بعض كان الاهلي خسرهم وكان عصام الحضري وكرة مش عارف دخلت فيه ازاي، وكان عبد الحليم حلق عليه حط فيه كرة تشيب ازاي ومش عارف مين. رجع تاني عصام الحضري ورجع بقوه جدا وبقى احسن حارس واعظم حارس في تاريخ مصر. حد ينكر؟ محدش ينكر. لكن ما هديناهوش، ما دوسناش على دماغه، ما طلعش حد المفروض ان هو حد كويس يعني وكبير، طلع قال لا يصلح. مع ان طلع ايامها ناس كده، بس الناس ما كانش يعني ليهم علاقه بالكوره. او عصام الحضري اصل بيلبس شورت، اصل بيحط جل، اي كلام. احنا ناس بنعرف نهدم وندوس على دماغ اللعيب، بنعرف نخلي الناجح فاشل في ثانيه في ثانيه، لكن ما نعرفش نسند لعيبه ونقف جنب لعيبه ونصح لعيبه ونوعي لعيبه ونقول عادي وبيحصل ولعيب كويس وبيرجع.
ينفعش خالص خالص. انا بتكلم عن الناس، لكن جمهور الاهلي انا ناس من جمهور الاهلي لما اجي اكلم الشناوي اقول له انت كنت زي الزفت النهارده، بس انا ده ابني، ابننا، ولادنا، بنخاف عليهم مش بنهدم فيهم، مش بنقول بقى لا يصلح، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف فين، اي كلام اي كلام واي هدم وخلاص. لازم احنا كاهلاويه نطلع حتى لو احنا زعلانين من فرقتنا. وانا قلت لكم خلي بالكم مفيش لعيب في نادي الاهلي مهما كان ومهما جه ياثر، لا، هي امكانيات لعيب، مش هنقول تاثير، لان ما ينفعش تقصير من لعيب دخل جوه النادي الاهلي. اللي بيقصر في النادي الاهلي ما بيقعدش يوم او يومين، لكن امكانيات ماشي خلاص، لكن بيعمل اللي عليه، لا بيعمل اللي عليه، ممكن تبقى كبوه في شوط مش عارف ايه، لكن لعيبه الاهلي دايما بيعملوا اللي عليهم. انا ضد اللي يطلع يقول ده ما يستحقش يلبس تيشيرت النادي الاهلي. اي حد دخل النادي الاهلي لو قعد في يوم يستحق ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي، لان هو بيروح وهو حبه وبيموت على المكان، لكن خلاص امكانيات فرديه وامكانيات، وقلت لكم قبل كده امكانيات قبل ما تكون كمان امكانيات فرديه، هي امكانيات مدير فني بيدي للعيبه اللي هو عايزه، عشان كده اللعيب بيبقى لابس قماشه المدير الفني. هو ممكن المدير الفني يجي يقول له اعمل اللي انت عايزه، ممكن المدير الفني يقول له لا، زي ما شفنا لعيبه مصر في كوبر، اللي احمد فتحي ما كانش يعدي نص الملعب، محمد صلاح كان بيدافع، تريزيجيه كان بيدافع، لما المدرب اجيري جه حرر اللعيبه شويه شويه، اللعيبه بدات تنطلق، لقوا متنفس يتنفسوا منه. هو المدرب ممكن يخليك وحش، ممكن يخليك كويس قوي، ممكن يعدمك وممكن يخليك احسن لعيب في العالم، فهي امكانيات مدرب مع امكانيات اللاعبين. ان شاء الله الاهلي يرجع بسرعه بفضل ربنا وبفضل مسانده الجماهير المخلصه جدا للنادي الاهلي. معلش اعذروني دايما بكلمكم بصراحه حتى لو بتزعلوا مني شويه، لكن انا متعود معاكم على الصراحه. تعالوا نشوفوا الجرافيك اللي محضرونا فريق الاعداد، نتائج الاسبوع ال 16 لغايه مباراه النهارده. هتولي على شمالي يا سمير. يلا مصر المقصة، دي نتائج الأسبوع 16. مصر المقصة وإنبي كان لقاء مثير جدا، انتهى بفوز مصر المقصة 4 أهداف مقابل 3 أهداف لإنبي. الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 1-1، الإنتاج والمصري 0-0. يلا حرس الحدود ودجلة 4-1 لحرس الحدود، كانت مفاجأة من الحارس الصغير، كنا بنشكك أو بنشكر في تكيس امبارح، انا خايف بقى ناس تطلع تقول لك المدرب وحش، لكن المدرب كويس جدا 4-1. هنتكلم برضه على تكيس بعد ما اقول لكم الاحصائيات. بتروجيت وسموحه واول فوز لبتروجيت، الاهلي هيلعبها الماتش اللي جاي مع مؤمن سليمان على سموحه مع طارق يحيى. سبحان الله، طارق يحيى كان مدرب بتروجيت وكان مؤمن مدرب سموحه. ماشي، الزمالك والجونه، قلت لكم المباراه انتهت بفوز ثقيل على نادي الجونه واستقاله لهشام زكريا المدرب المجتهد. الداخليه والاسماعيلي، ماتش اجل لارتباطات الاسماعيلي الافريقيه، والاهلي والمقاولين ان شاء الله بعد قليل في الساعه 7 مساء. مباراة الأسبوع 16 أيضا بكرة إن شاء الله، النجوم مع بيراميدز 7 مساء بإذن الله. يلا جدول الترتيب قدام حضراتكم، الزمالك في المقدمة برصيد 32 نقطة، مصر المقصة المركز الثاني 26 نقطة، بيراميدز 23 نقطة، الإنتاج الحربي 23 نقطة، سموحة 20 نقطة، الاتحاد السكندري 19، السابع طلائع الجيش 18، الثامن حرس الحدود سبحان الله 18، المقاولون العرب لازم برضه نحيي كابتن طارق العاشر، المقاولون العرب مع عماد النحاس 17 نقطة في المركز التاسع. في المركز العاشر الداخلية برصيد 16 نقطة، 11 النجوم 16 نقطة، دجلة 16 نقطة، والجونة في المركز 13 16 نقطة، 14 بتروجيت 15 نقطة، إنبي في المركز ال 15 14 نقطة. بتروجيت وإنبي علامات استفهام كبيرة جدا لازم يرجعوا بسرعة، والمصري أيضا والإسماعيلي أيضا، المصري في المركز السادس 13 نقطة، والإسماعيلي في المركز ال 17 13 نقطة، والأهلي في المركز 18 11 نقطة، لكن الأهلي لعب 6 مباريات وباقي له 10 مباريات. الهدافين لغايه دلوقتي محمود علاء نجم الزمالك وهدافه مساك الزمالك، واللي برضه عليه علامات استفهام مش في منتخب مصر، 8 أهداف. شمال سبيكلي بتروجيت 7 أهداف، شمال سبيكلي كان ممكن يجيب 90 هدف، لكن شمال سبيكلي لعيب كويس قوي
ان شاء الله يرجع يهدف ويبقى هداف الدوري 7 اهداف، حسام سلامه الداخليه 7 اهداف، جون انتوي المقصه 6 اهداف، محمد رجب الانتاج الحربي اللي افتقده الانتاج الحربي المباراه اللي فاتت 6 اهداف، كهربا في الزمالك 6 اهداف، اوباما الزمالك 6 اهداف. ما شاء الله الزمالك عندهم هدافين كتير جدا، احمد علي من قولون العرب 6 اهداف، ابراهيم نضاي وادي دجله 6 اهداف، وماركوس دي سيلفا كينو نجم الدوري الممتاز بيراميد 6 اهداف. الاهلي والمقاولون العرب، دي احصائيات عن هذه المباراه الساعه 7 ان شاء الله بعد ساعه ونص من دلوقتي. ده مشوار الاهلي طبعا، انتوا عارفين الاهلي لعب 4 مباريات، الاهلي والاسماعيلي 1-1، جهاد جريشه اللي هيحكم ماتش الاهلي النهارده والغى هدف كان محل شك كبير لما كلوبالي طلع حط الكوره لوليد ازارو وازارو حطها جون، لكن جهاد جريشه الغى هذا الهدف بداعي انه فاول. هنشوفه، هحضره هجهزه لحضراتكم، هنشوفه مع سمير عكاشي دلوقتي والمصري والاهلي. الاهلي انتهى المباراه بهدفين مقابل لا شيء، والاهلي ودجله 1-1. مباراه الاهلي الحرس الحدود كانت 2-0، والاهلي والانتاج 0-0، اسف 6 مباريات، والاهلي والاتحاد السكندري انتهى بفوز الاتحاد السكندري 4-3. ده مشوار المقاولين، المقاولين عرب مع الاتحاد السكندري 1-1، ومع مصر المقصة خسارة 2-1، ومع النجوم خسارة 2-0 ومكسب 2-0 اسف، والمقاولين العرب وامبي خسارة من امبي 2-1، وطلائع الجيش خسارة المقاولين 3-1، كان مع كابتن علاء نبيل. مقاولون العرب وسموحة 2-1 مقاولين، مقاولون العرب وبيراميدز خسارة جديدة من بيراميدز 1-0، والزمالك والمقاولون 2-1 للزمالك، مقاولون العرب ودجلة خسارة المقاولون 1-0، حرس الحدود مع المقاولون العرب 0-0. يلا. مقاولين والإنتاج 2-0، الداخلية والمقاولين 2-0، المقاولين والجونة 4-2، ده مع عماد النحاس عامل نتائج ولا أروع. بتروجيت والاهلي المقاولون في دي بعد المقاولون ان شاء الله يوم السبت، بتروجيت والاهلي قلت لكم نتائج مباريات مضغوطه، وبتروجيت طبعا فريق كمان يعني فايق، ربنا يسهل ان شاء الله. ودي برضو بتروجيت مع المقاولون العرب المباراه القادمه ان شاء الله. دي كانت احصائيات قدام حضراتكم للمقاولين والاهلي، تاريخ المواجهات معانا، تعال يلا تاريخ مواجهات الاهلي والمقاولين نشوفها قدام حضراتكم. يلا يلا، لعبنا 70 مباراه، فوز للنادي الاهلي 49 مباراه، تعادل 15 مباراه، وهزيمه في 6 مباريات، والاهداف الاهلي 122 وعليه 39 هدف. اول واخر مباراه بين الاهلي والمقاولين العرب، اول فوز، اول مباراه بين الفريقين واول فوز للاهلي 29 اكتوبر، ده كانت نتيجة تعادل، 1 فبراير 79 كان 2-0، أول فوز للمقاولين 12 نوفمبر 82 كان 2-0 أيضا، آخر فوز للأهلي كان 12 فبراير 2018 كان 5-2، وآخر فوز للمقاولين كان 27 أبريل 2015 كان 1-0. أحرز أول هذه الأهداف اللاعب الدولي لاعب الأهلي والزمالك كابتن جمال عبد الحميد، وأحرز آخر الأهداف وليد أزارو، أحرز أول أهداف المقاولين العرب الكابتن نبيل ابراهيم، واحرز اخر هدف احمد علي. جميل قوي. اكبر فوز للاهلي على المقاولين كان 6-2 مره واحده، وكان 5-1 ثلاث مرات، وكان 5-2 مره واحده، وكان 4-1 مرتين. اكبر فوز للمقاولين كان 2-0 على الاهلي كان مرتين. دول هدفوا الاهلي والمقاولون في مبارياتهما. احمد بلال 7 اهداف، هيكون معانا بعد قليل احمد جوال. حسام حسن 6 اهداف، والنجم معشوق قلوب الاهلاويه محمد ابو تريكه 6 اهداف، علاء ابراهيم 4 اهداف، عبد الله السعيد 4 اهداف، 10 لاعبين لكل لاعب منهم 3 اهداف. المقاولون العرب حسن السيد 3 اهداف، وثمانيه لاعبين لكل منهم هدفين. دي كانت ابرز الاحصائيات معانا النهارده. كابتن جهاد جريشه هيقود هذه المواجهه التحكيميه بين الاهلي والمقاولون العرب. كابتن جهاد جريشه عايزين بس مع
معانا طيب احصائيه جميل قوي. دي ارقام جهاد جريشه مع الاهلي، ادار 17 مباراه، فاز الاهلي في 12 مباراه وتعادل في مباراتين وهزم في 3 مباريات، بطاقات صفراء 36 بطاقه في 17 مباراه، وبطاقه 2 بطاقه حمراء في 17 مباراه، وضربات جزاء 5 ضربات احتسبت للاهلي. دي ارقامه مع المقاولين 16 مباراه، يعني فرق مباراه، المقاولين فاز 2 تعادل في 7 وهزم في 7، 25 بطاقه للمقاولين، 4 بطاقات حمراء للمقاولين وضربه جزاء وحيده للمقاولون. دي ارقام الكابتن جهاد جريشه، يعني نتمنى يكون موفق النهارده كابتن جهاد جريشه، ونتمنى ان يكون بس الاهلي واخد حقه تحكيميا. كان في هدف الغى في مباراه الاسماعيلي، ان شاء الله يعني مش عايزين نكرر الحاجات دي يا كابتن جهاد، يعني احنا عايزين نطلع من ده، الهدف اهو كان يعني ولا حاجه خالص. ان شاء الله يعني ساعات بيبقى الحكم كده، لكن طبعا كابتن جهاد جريشه حكم كبير جدا وحكم دولي وحكم عالمي كمان، حكم واعد، ان شاء الله يدينا او يدي لكل فريق حقه، مش عايزين اكتر من كده، مش عايزين حد يجاملنا خالص، احنا عايزين حقنا بس. واكيد ان شاء الله كابتن جهاد جريشه يكون يعني عند حسن ظن الجميع. يلا نطلع فاصل بقى عشان نستقبل ضيوفنا الكرام ونتكلم معاهم في كل هذه النقاط وفي كل تفاصيل هذه المباراه الفنيه، يكون كمان جالنا تشكيل النادي الاهلي، ممكن يبقى فيه مفاجات النهارده، هنشوف بعد ما يظهر التشكيل مع محمد يوسف. نستقبل ضيوفنا الكرام نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه، والكابتن الكبير الكابتن حماده صدقي، والكابتن الكبير احمد بلال. استنونا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. ارحب بضيوف الكرام اللي نوروني وشرفوني في الاستوديو. الكابتن الكبير الكابتن عادل طيام منور الدنيا يا كابتن. اهلا يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام تمام. ايضا والنجم الكابتن الكبير الكابتن حماده صدقي منور الدنيا يا كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو. كله تمام الحمد لله، كله تمام ربنا يكرمك حبيبي. ساب حد في حاله. النجم الكبير الكابتن احمد بلال. الكابتن احمد بلال قبل ما ارحب بيه، هو اخر سوبر هاتريك في الدوري الممتاز وكان في نادي المقاولين العرب. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، اخبارك انت ايه؟ كنا كسبنا كام الماتش ده؟ ستة. ستة ما شاء الله. ما تسيبش حد، انت كنت ما تسيبش حد يجيب جوال. ليه؟ عايز يسيب كل الجوال. ما سبت اثنين جبت اربعة. جلاد الحراس. قبل ما نتكلم في تفاصيل هذا اللقاء، تعالوا نشوف تقرير عن مواجهات الاهلي والمقاولين ونرجع نكمل مع حضراتكم ضيوفي الكرام عن هذا اللقاء الهام جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفتوا التقرير اللي كان قدام حضراتكم، يعني اهداف كتير جدا احرزها النادي الاهلي في المقاولين، لكن دايما انا بقول الحاجات دي خلاص فاتت، اهم حاجه مباراه النهارده هنكون شكلنا فيها عامل ازاي، فنياتنا شكلها ايه، محمد يوسف محضر تشكيل شكله ايه، لسه لغايه دلوقتي التشكيل برضو ضمن الاسرار في كره القدم، التشكيل دايما بتاخر. كابتن، هذه المباراه صعبه ولا رخمه بلغه الكوره ولا الظروف اللي مصعبها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه أنا ما أعتقدش إنه مباراة اليوم هتبقى صعبة، لأنه بإذن الله تعالى تغيير الجهاز مع دخول الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكنت بتمنى من البداية إن كان الكابتن محمد يوسف كان هو اللي يتولى إدارة الفريق الفنية الفترة اللي فاتت، ويمكن أنا قلت في أحد البرامج إنه محمد يوسف قدم أوراق اعتماده فترات كتيرة ومنها بطولة أفريقيا، وتوقعت إنه لو جه خواجة الزمالك هيغير جيب خواجة، كان ساعتها خالد جلال ماسك تيم الزمالك. ما أعتقدش إن التيم بتاع النهاردة بقيادة يوسف مش هيأدي إلا الأداء اللي إحنا كلنا بنتمناه. هتلاقي فيه روح قتالية، أنا شايف من خلال البرنامج او خلال المداخله او شكل التدريب اللي كان شغال، تحس ان اللعيبه فايقه، تحس ان اللعيبه منتعشه، تحس ان في روح جديده موجوده، تحس ان في رغبه. طب ايه الفرق يا كابتن؟ والله ما الفرق بقى، كلنا عارفين كلنا انه احيانا بيبقى فيه الاداره الفنيه بتبقى ما بتديش اللعيبه كل واحد حقه، وبالتالي اللعيبه بينها وبين بعض بيبقى فيه حاجه غير ظاهره. ان انا الله، طب انا متوقع، انا كلاعب كلكم لعيبه ببقى عارف ان التشكيل الانسب لفرقتي ايه، يعني وليد سليمان هو قاعد دلت المباراه التشكيل ما تقلوش، بس هو متوقع ان في باك رايت في الحته الفلانيه، في باك شمال، متوقع التيم. تاني يوم بيلاقي حاجه مختلفه، او حتى في التمرين بيلاقي فيه حاجه مختلفه. تمام. أنا في اعتقادي إنه محمد مع دخول الكابتن سيد عبد الحفيظ، أعتقد إنه هتلاقي فيه روح قتالية في الملعب، هتلاقي فيه أداء فني عالي جدا، عمرنا ما هنبقى أسوأ من الفترة اللي فاتت. الأداء الفني أنا بتوقع لا يمكن هيكون أداء أقل من الفترة اللي فاتت. تمام. كابتن حماد، يعني برضو اديني وجهة نظرك كده، نظرة عامة عن هذه المباراة. يعني اتكلم طبعا مهمه صعبه لمحمد يوسف. انا مع الكابتن، بتفق معاه في موضوع ممكن المباراه تبقى فنيا الاهلي احسن، ولكن حاله الاحباط اللي كان فيها الفريق من اسبوع، من فتره قليله جدا، يمكن محتاج محمد يوسف الفتره اللي فاتت دي كلها كان بيعد اعداد نفسي كويس جدا، لكن مش هيقدر يحل كل المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، موضوع الاصابات، موضوع الغيابات، الشغل الفني التكتيك اللي اتغير هويته مع مستر كارتيرون. يعني طبعا يشكر على الفتره اللي فاتت طبعا، ولكن شفنا تغيير كتير في طريقه اللعب اللي هي اتغير هويه النادي الاهلي. الاستحواذ، شغل على الاطراف بشكل كبير ما كانش يمكن موجود، عمرنا كنا بنلعب الكره الطويله. يعني في امور فنيه كتيره محتاج تتعالج الفتره اللي جايه، والوقت ضيق، الوقت ضيق بالنسبه لمحمد يوسف، ان انت يمكن الكلام من خمس ايام ماتش الوصل كان قريب. يعني هل الفتره دي يعني محمد قدر يشتغل مع اللعيبه نفسيا اكتر، تهيئه للفتره الجايه، يخرج اللعيبه من حاله الاحباط اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت،
ودي مهمه صعبه، مهمه صعبه على محمد والجهاز اللي معاه، ولكن الاهلي عندهم يمكن لما جينا التشكيل اول قدامنا تشكيل متوقع، اي حد موجود بيسد بشكل كويس، خروج بعض العناصر اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، مثلا ناصر ماهر بدا مع الفرقه بشكل كويس جدا، استبعد عشان حاجه يمكن يقول لك لعب ماتش خماسي، يعني في حاجات ما كانش يعني في الاحتراف تبقى موجوده. انا لازم استغل كل اللعيبه اللي عندي، مؤمن كان عنده مشاكل التجديد مش التجديد، ولكن عقده ممتد معايا كان لازم يبقى موجود بشكل كويس. القصه كلها برضو الصعوبه في المنافس بتاعك، هو وصل لنقطه مثلا 32، انت مطالب ماتشاتك كلها اللي جايه اللي هي متاجله عشان توصل لعدد ماتشات الزمالك لازم تفوز عشان تبقى متساوي معاه. اي تعثر بالنسبه لك في المؤجلات بتبقى منتظر برضو، هتنتظر بتعثر المنافس مع الغير مش معاك. فانت دلوقتي الكره في ايديك انت، القصه معاك انت، تكسب كل ماتشاتك المؤجله تبقى متساوي مع نادي الزمالك اللي هو يتربع على دوري، الفريق فريق قوي، فريق منافس شرس السنه دي، عنده فرقتين، يمكن اللي اداله الافضليه ان هو دعم بشكل كويس، نمره اثنين ما كانش عنده مشاركه افريقيا اللي هي تقدر تدخله في حاله اجهاد او ذلك الموجود فيها النادي الاهلي، افريقيا مع بطوله عربيه مع افريقيا الجديده، كان الاهلي الموضوع ده الكونفدراليه باين، لا هو ولا ما لعبوش كونفدراليه السنه دي كمان، لا لا هيلعبوا لسه هيلعبوا، ما كانش عنده حاجه يعني، ما كانش عنده بالظبط، فكان عنده وقت كافي يعمل استشفاء، يعمل برنامج حمل بدني كويس، ما يدخلش اللعيبه، وفي نفس الوقت عنده فرقتين، عنده مجموعه كويسه من اللعيبه، فالزمالك منافس قوي جدا جدا السنه دي للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي صعوبه المباريات المؤجله كلها في اللي انت باصص للمنافس، اي تعثر بالنسبه لك هتبقى مشكله، انت مطالب تفوز كل الماتشات المؤجله بالنسبه لك عشان تبقى متساوي مع بطل الدوري. تمام تمام. كابتن بلال برضو اديني برضو نظرة عامة قبل ما نتكلم في التفاصيل الفنية. بص أنا شايف طبعًا إن هي وقتها في ثلاث عناصر مهمين جدًا بعد رحيل المدير الفني أو بعد رحيل أي مدير فني، هو العنصر النفسي والعنصر طبعًا الفني والعنصر البدني، دول الثلاث عناصر بالنسبة لأي تيم بيتغير المدير الفني. العنصر النفسي بقى بتتكلم على الموتيفيشن، يعني اللي هو التحفيز بالنسبة للعيبة، نيو تشالنج، يعني تحدي جديد بالنسبة للمدير الفني الجديد، بالنسبة كمان للعيبة. الكلام ده يقدر يشتغل عليه المدير الفني نفسي بشكل اكبر منه فني. الناحيه الفنيه الجزء الفني اللي هو الجزء الخططي، الجزء التكتيكي، هل المدير الفني هيغير من طريقه اللعب؟ هل يغير من شكل اللعيبه؟ هل هو النهارده كابتن محمد يوسف كان عنده قناعات مختلفه عن القناعات اللي كانت موجوده عند مستر كارتيرون، ولا هيمشي بنفس النهج، او ممكن يغير بعض العناصر بس اللي ممكن يضيف بعض العناصر على التيم يلعبها بشكل اساسي ما كانتش موجوده معه وما كانتش بتلعب مع الفرقه قبل كده. دي حاجات مهمه جدا في كره القدم. العنصر البدني، النادي الاهلي لازم نكون كلنا عارفين يا كابتن ان هو هيلعب ست مباريات او سبع مباريات في تقريبا شهر، فانت عندك العنصر البدني مهم جدا بالنسبه للعيبه، كذلك تغيير اللعيبه، عمليه التدوير، الروتيشن اللي هيعملها كابتن محمد يوسف، تمام، هيشتغل على مين؟ هيلعب مين النهارده؟ مين هيلعب بكره؟ العمليات دي كلها محتاجه تفكير، مجهود كبير في التفكير كمان. محمد يوسف ما كانش بعيد يا بلال، يعني محمد يوسف كان في قلب المطبخ. بص انا فاهم ان هو في قلب المطبخ، ما انا بقول لك فكر ازاي يعمل روتيشن. هم حاجتين مهمين جدا دلوقتي بتشتغل عليه، العامل النفسي مع اللعيبه، ازاي تخرج لعيبه من خساره بطولتين كبار ودول لعيبه النادي الاهلي، وتوجد لهم تحدي جديد، تمام، في فتره جديده. الحاجه الثانيه حته السبع مباريات اللي هيتلعبوا ورا بعض دول، دي مهمه جدا، كل اربع مباريات الاولى اتكلم فيها دي مهمه جدا، ازاي الاقي لهم دوافع؟ ده طبيعي، عندك لعيبه تلعب بطوله افريقيا خسرت، تلعب بطوله عربيه خرجت منها، فاكيد اللعيبه نفسيا متضايقين بشكل كبير، اللعيبه نفسيا هتلاقيهم مضغوطين، الجمهور دايما حاطط اللعيبه تحت ضغوط، كل اللعيبه كمان اللعيبه نفسها ممكن تكون مضغوطه، يا ترى مين مكمل مين مش مكمل، هل النادي ممكن يستعين ببعض اللعيبه في بعض المراكز؟ كل دي حاجات بتدور داخل كل اللعيبه اللي موجودين. النهارده الهزيمه او الخروج من البطولات الكبيره بتطلع حاجات كتيره جدا، بتخرج حاجات كمان عند اللعيبه مش بس على المدير الفني، وده وضع طبيعي جدا في كره القدم. يعني الحاجه الثانيه زي ما بقول لك ميدو، ان انت المدير الفني النهارده عنده تحدي كبير داخل السبع مباريات اللي هتتلعب. انت عندك نادي الزمالك زي ما كابتن حماده قال من شويه، الزمالك عنده 32 مباراه، فكل مباراه الزمالك بيكسبها
انت بيتضغط عليك حتى لو انت بتكسب 32 نقطه. اه طبعا 32 نقطه وانت النهارده عندك سبع مباريات مؤجله، سبع مباريات ب 21 نقطه، انت مطالب ان انت تكسب تحت ضغوط ان الزمالك بيكسب او كمان يعني الزمالك لو بيخسر وانت مؤجلاتك بتكسبها هتبقى انت نفسيا مرتاح، لكن كل ما المنافس بتاعك هيكسب كل ما انت كمان الضغط عليك زياده. بالظبط. فالكلام ده محتاج تحضير نفسي كبير جدا من المدير الفني للعيبه، كمان اللعيبه نفسها محتاجه ان هم تقدر عمليه ان انا عندي سبع مرات، في ازاي السبع مرات دي ممكن العبها بشكل وارتاح واعمل الريكفر بتاعي بحيث ان انا ما اتعورش، بحيث ان انا اقدر اكمل الماتشات بعد كده. فالفتره اللي جايه دي اعتقد فتره صعبه جدا على اللعيبه وعلى المدير الفني كمان كابتن محمد يوسف. تمام، قبل ما نروح للكابتن عادل تعالوا نطلع نشوف تقرير عن هذه المواجهه ونرجع نناقش هذه المباراه مع ضيوف الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن عادل ممكن نشوف وجوه النهارده جديده في تشكيله فريق النادي الاهلي، يعني ممكن نشوف ناصر ماهر، ممكن نشوف باسم علي، ممكن نشوف يعني اي وجه جديد، ممكن نشوف هيبدا مثلا بمحسن مش مروان. هو تكمله لكلام الكابتن حماده، النادي الاهلي عنده فرقتين برضه بس سوء الاداره الفنيه اللي كانت موجوده هي اللي وصلتنا للمرحله الصعبه اللي احنا هنخوض فيها. زي ما كابتن بلال قال عندنا سبعه واثنين افريقيا خلال شهر. فلما ناخد مؤمن زكريا، ناصر ماهر، الشيخ صبر الرحيل، عمرو بركات، احمد حمدي، اكرم توفيق، ميدو جابر، صالح جمعه، ثمان تسع لاعبين انت تستبعدهم فنيا. وباسم علي، وباسم علي كاصابه، باسم علي كان مصاب. المصابين فتحي، هاني، علي معلول، عمرو السوليه، رامي ربيعه، اسلام محارب. فعندك مشكلتين، انك انت عندك قوه تسع لاعبين بمثابه ثلث فريق انت مستبعدهم لسبب لاخر احنا مش عارفينه، ثم الاصابات واللي هي الاصابه بتحصل واللعيب ما بيرجعش. يعني الضمه وكلها اصابات ضمه. وقلنا قبل كده برضه في الاستوديو هنا الاصابات كلها مركزه في منطقه معينه، واعتقد ان الكابتن محمود الخطيب استبعد الراجل بتاع الاحمال اللي كان شغال مع مارتن، ثم كانوا عايزين يجيبوه يمسك قطاع الناشئين وبعدين رجع تاني. وكان من اسباب الاصابات اللي موجوده بهذه الكثره اعتقد الاحمال او الشغل الاداري الفني او الاحمال اللي كانت بتعطى اللاعبين دول. فلما عندك تسعه وسبعه اكثر من 16 لاعب مش موجودين. ولاعيبه كلهم اسماء. فاللي انا يعني بتمناه النهارده باسم علي بقى له تقريبا ثلاث سنين ما بيلعبش. وحرام ان انا هلاعبه النهارده على مين؟ على طاهر. احسن لعيب في المقاولين العرب وبيلعب في الجبهه الشمال اللي هي اليمين بتاعتنا. يبقى انا حرام ان انا ابتدي بيه في الحته ديت. لابد، ودي طبعا هتبقى مشكله، ان في اثنين لعبوا في المكان ده، يا اما ندبد يا اما اكرم. واعتقد انه هتبقى فيها نوع من المقامره شويه لو انا لعبت باسم، لان الراجل اللي بيلعب عليه راجل سريع جدا وقوي ومقاتل، وبعدين بيضم للداخل وبيسدد. في الحته دي محتاجه تامين دفاعي كويس قوي. هو اوقات يا كابتن بيبقى فكر المدرب ان انا عندي لعيب مهم جدا زي طاهر، محمد طاهر، هلاعب عليه لعيب برده مهم جدا زي باسم، ممكن يسحب الفريق، ممكن يعمل سبرنتات كتير. انا بتكلم يعني بتكلم ما بيلعبش. بالظبط، بقاله ثلاث اخر مره شفت باسم هو بيلعب وبيتصاب وبيطلع اصاباته كتير. طيب انا باسم النهارده في خلاف ان هو لعيب كويس؟ لا طبعا، هايل. بالظبط، لكن حرام ان انا ادفع بيه في وقت انا ممكن ان شاء الله نبقى كسبانين 3-4 وروح دافعه علشان الماتشات اللي جايه ممكن ابقى ازقه. ماشي. انما الوجوه الجديده اعتقد ممكن جدا ناصر، لان ناصر كان لاعب ماتشين اولمبي منتخب اولمبي، فده يعني داخل في موجود فورمه، فده ممكن جدا يبقى موجود في الماتش بتاع النهارده. تمام. كابتن حماده، الكابتن محمد يوسف كان مدير كوره وكان في نفس الوقت مدرب عام، يعني برضه هو قوه في الجهاز. فاللي بياخد قرارات الايقاف اللعيبه بيكون كالترون نفسه ولا ممكن الكابتن محمد يوسف كمان يكون مشارك في هذا القرار؟ اكيد مشارك في القرار. يعني المدير الفني طبعا هو نمره واحد في صاحب القرار في الايقاف او الاستبعاد او التشكيل، ولكن عنده مستشارين اللي هو المدرب العام وبيرفع الحاجات دي كلها لمدير الكوره وبينفذ بس القرارات، لكن هي اللي بيدير المدير الفني. ده المفروض يعني.
يعني المدير الفني هو اللي بيدير المنظومه كلها بمساعده الاخرين، بمساعده مدير الكوره، مساعده المدرب العام، مساعده الاداره، ولكن القرار الاخير للمدير الفني. هل ممكن الكابتن محمد يوسف النهارده بقى يعني يقول لا خلاص كفايه اقافات كفايه 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 وابدا اشتغل في مرحله جديده؟ بص اكيد الكابتن محمد يوسف عنده رؤيه، يعني ممكن يبقى هو مدرب عام مع كان مستر كارتيرون، ولكن بيشتغل بفكره، بفكر كارتيرون لازم ده طبيعي، ما يقدرش يبقى فيه مشاكل ويبقى هو ليه قرار ليه فكر وهو ده ليه فكر، لا كله لازم تحت فكر المدير الفني. لكن لما يبقى يمسك المسؤوليه هو اكيد هو عنده سياسه خاصه بيه، ليه فلسفه خاصه ليه هو، ليه نظام هيحطه هو للتيم، ممكن يختلف عن المدير الفني. خلاص المدير الفني مشي مستر كارتيرون، واللي بيدير النهارده محمد يوسف. فمحمد يوسف هيدير بفلسفته بطريقته بنظامه، اكيد ليه فكره هو مختلف، ممكن يكون مختلف متفق ما اعرفش، ولكن هو قرار ليه هو، هو اللي يحاسب على كده. يعني هو انا عايز اتكلم بس على نقطه اللي كانت مشكله كبيره الفتره اللي فاتت، ان الصف الثاني عندك ما كانش جاهز، ودي كانت مسؤوليه الجهاز الفني اكيد، اللي انا ازاي لازم اجهز الناس الثانيه عشان اللي احتاجه في اي وقت الاقيه جاهز. دي كانت مشكله اول مره نشوفها في النادي الاهلي، بتشوف البدلاء في ماتشات كتيره مش على قد المسؤوليه او مش جاهزين غصب عنه. يعني هي مسؤوليه جهاز فني ومسؤوليه لعيب، اللي انا ابقى ازاي جاهز في اي وقت اللي انا في لحظه ابقى موجود جوه. لكن لما اجي اهتم مثلا ب 14 15 لعيب بس والمجموعه الثانيه اللي انا ممكن احتاجها في اي وقت مش مهتم بيها، شفناها في ماتشات كتيره. يعني اقول لك ماتشات كتيره لعبنا احتاجنا لما ابتدى يعمل روتيشن عشان افريقيا في الدوري، ابتدى لاعب مجموعه بعيده قوي ما ظهرتش، ماتش الترسانه، ماتش الكاس، ماتش الاتحاد، ماتشات كتيره اللعيبه البدلاء ما كانوش جاهزين ولا فنيا ولا بدنيا. فاكر ماتش النجمه كمان؟ وماتش النجمه الاولاني اللي كان في مصر اللي هو التعادل دوت، ما كانوش موجودين، يعني نزلوا لعبوا ولكن ما كانوش على قد الحدث نفسه، ما كانوش جاهزين فنيا وبدنيا. فهل النهارده حضرتك بتقول يا كابتن على باسم، هل باسم لو لعب النهارده هل هو جاهز فنيا وبدنيا؟ حضرتك قلت ناصر ماهر لسه لاعب مع المنتخب الاولمبي فاكيد جاهز، يعني لعب ماتشين تونس وادى بشكل كويس جدا، اكيد جاهز للمشاركه وموجود مع التيم. فدي رؤيه المدير الفني، وهو اكتر واحد يعرف مين اللي جاهز، الحالة بتاعته عاملة ازاي دلوقتي. اكيد لو حد بعيد فنيا بدنيا ما اعتقدش ممكن يشركه النهارده. طبعا هنعرف نتكلم بالتفصيل اكتر لما يجي لنا التشكيل. هقول لك حالا اهو. طب قول لك التشكيل حالا اهو. يعني التشكيل اللي جالنا حالا دلوقتي يا سمير، شريف اكرامي في حراس المرمى اكيد طبعا، معاه اربعه قدام، كريم ندفد ناحيه اليمين زي ما كابتن عادل توقع، وسعد سمير وكوليبالي اثنين مساكين، ومعاهم ايمن اشرف ناحيه الشمال، حسام عاشور وهشام محمد اثنين ارتكازين او ديفندرات، واحمد الشيخ وناصر ماهر وليد سليمان وصلاح محسن تاني معلش تاني اكرامي وندفد وسعد وكوليبالي وايمن اشرف، حسام عاشور، هشام محمد، ديفندرات، كابتن بلال، قدامهم ثلاثه، احمد الشيخ هيلعب ناحيه اليمين او هيلعب ناحيه الشمال مع وليد سليمان، هنشوف معاه وليد سليمان، ناصر ماهر كصانع العاب، وصلاح محسن كمهاجم صريح، معاهم سبعه بدلاء، علي لطفي واسلام محارب وصبر رحيل وحمودي ومروان ومحمد شريف وباسم علي. تاني اقولهم لك تاني على مين بدلاء؟ حاضر بسرعه عليها. طب ما تطبعنا الورق. طيب حاضر هتطبع الورق، انا بقولها بس للساده المشاهدين. اتفضل. التشكيل قدام حضراتكم اهو، والبدلاء كابتن حماده، علي لطفي اسلام محارب، صبر رحيل، واحمد حمودي، ومروان محسن، محمد شريف، وباسم علي. ده التشكيله يا كابتن حماده كنت بتسال عليه. تمام. احتياطي بقى معلش، ما هو الاحتياطي عادي، لطفي، اسلام محارب، صبر رحيل، احمد حمود، احمد حمودي ومروان وشريف وباسم علي. شريف باسم علي. يعني تشكيل طبعا يعني كويس، في الكريمينال الكابتن عادل كان موجود قبل كده في الناحيه ديت ورجليه في الملعب، يعني كل الناس دي كانت موجوده في الملعب. يعني حتى احمد الشيخ برضه لما بياخد على فترات قليله بس برضه متواجد معاه في الملعب. هو اللي كان بعيد ناصر، وناصر قلنا لعب مع المنتخب الاولمبي فجاهز. وده التشكيل ده النادي الاهلي دايما لازم تلاقي، لازم عندك واحد رابط في نص الملعب اللي هو لصناعه اللعب، زي ناصر ماهر. لما كنت بتلعب وليد سليمان، وليد سليمان
طبعا لعيب كويس قوي قوي، وهو اللي نجم بتاع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، مش مكانه. هو بيحب يلعب حر دايما، بيبقى على الطرف مره، بيبقى تحت راس الحربه، بيكام راس حربه تاني بس بيجي من الاطراف، بيشكل خطوره كبيره جدا. لكن لما يكون عندك واحد بيقف على الكوره في نص الملعب اللي كان يفتقدها النادي الاهلي الفتره الاخيره، مين قدام الاثنين الديفندر، مين اللي بيقدر يمسك الكوره ويعمل الربط. يا رب نشوف ناصر ماهر النهارده يقدر يعمل الدور ده بشكل مقنع وشكل كويس. هو عنده قدرات فنيه عاليه في الاستحواذ، في صناعه اللعب بشكل كويس. يمكن شفناه مع نادي سموحه لما كان معار لنادي سموحه، كان بيأدي بشكل، كان نجم في الاهلي، كان بيأدي بصراحه. الاهلي بدا مع مستر كارتيرون ولكن استبعد ل حاجات خارجه عن الفنيات يعني. تمام. كابتن بلال، الكابتن حماده اسالك في كذا حاجه. كابتن حماده اتكلم عن اللعيبه وعدم جاهزيتها، اللي بيقول اللي هي مسؤوليه مدير فني. هي اللعيبه ما كانتش بالنسبه لنا احنا كانت حاجه مبهمه، لان احنا مش عارفين اللعيبه دي جاهزه ولا لا، لان احنا ما بنشوفهمش اساسا. لكن النهارده تشوف احمد شيخ، تشوف احمد شيخ لاعب 10 دقايق ما نقدرش نحكم على الماتش اللي فات. احمد شيخ، تشوف ناصر ماهر، تشوف صلاح محسن مع انه كان برده لاعب في المنتخب الاولمبي مع ناصر ماهر، لكن اللعيبه اصلا انت ما شفتهمش، وعشان كده ما تقدرش تحكم هل هم فعلا كانوا مجهزين ولا لا. بص، قبل ما اقول لك رايك في التشكيل، طب بص خلينا نتكلم عن الجاهزيه البدنيه، تبقى مهمه جدا. فريق المقاولين جاهز بدنيا واضح، نفسيا كمان فريق معد نفسيا، يعني عندهم حاله نفسيه جيده جدا، جايين من مكاسب عديده. المباراه اللي فاتت كسبانين 4، فرقه فايقه. عماد النحاس 5 ماتشات، 4 ماتشات مكسب وماتش تعادل. مدير فني جديد عماد النحاس، بيلعب بشكل متوازن جدا دفاعيا وهجوميا، مش من الفرق اللي بتلعب بشكل دفاعي، فمش هيديك فرصه النهارده انك انت تبقى راكب في نص ملعبه من بدايه اللقاء. هنتكلم على لعيبه النادي الاهلي. يمكن اللعيبه اللي موجوده والجاهزيه البدنيه عند اللعيبه اللي موجوده، ايمن اشرف، كوليبالي، سعد سمير، الاربعه اللي موجودين في خط الدفاع دول، الاربعه لعبوا المباراه اللي فاتت بالكامل. ما عندهمش مشاكل يا كابتن في حته اللياقه البدنيه خالص. عاشور برده لعب المباراه اللي فاتت، هشام محمد بالظبط موجود متواجد، نفس الموضوع متواجد. الشيخ وناصر ماهر، بس هي الفكره كلها في الشيخ وناصر ماهر. احمد الشيخ يمكن بقاله شويه، انا بس عندي رؤيه مختلفه شويه كده. قول لي. يعني انا بقول دايما، يعني لما يكون عندي واحد زي محمد شريف عنده نفس السرعات بتاعت احمد الشيخ، ممكن العب واحد بيلعب شمال وواحد بيلعب يمين، يبقى عندي بالانس في الملعب، يعني فاهم قصدي؟ يبقى الجبهتين، جبهه يمين وجبهه شمال، ممكن تبقى دي في بعض الاوقات تبقى دي افضل شويه. شريف اجهز شويه من احمد الشيخ. احمد الشيخ يمكن لعب مباراه الترسانه، لعب جزء في مباراه الترسانه كويس قوي، واثبت انه لعب جدا كويس جدا جدا. خد بالك بس المباراه النهارده مباراه صعبه، المباراه النهارده اللي مصعب المباراه النهارده الضغط اللي موجود على اللعيب وعلى المدير الفني. يعني في ضغط كبير جدا، وكمان الفريق التيم اللي انت هتلعب امام المقاولين العرب زي ما قلنا فريق جاهز، فريق قوي. لعب نهائي افريقيا يا بلال، بنتكلم احمد شريف، كان احمد الشيخ اوكي. انا عشان كده بقول شريف، يعني شريف كان ممكن يكون مكان احمد الشيخ. ممكن تكون وجهه نظر كابتن محمد يوسف انه عايز يلعب الشيخ عشان ممكن يكون عنده بعض المهارات، ممكن بيقف على الكوره اكتر، ممكن هو يستخدمه في عمليه الاستحواذ اكتر بكتير. ممكن الحته دي تكون موجوده النهارده في الملعب، انه احمد الشيخ لعيب برضه لعيب وسط ملعب، بيقدر ينزل نص ملعب يستلم، يقدر يلعب مع زمايله، يقدر يضم نص الملعب. غير شريف ان هو لعيب بيلعب على الخط دايما، بس بيلعب على السرعات بتاعته، بيلعب على المهاره، بيلعب على القوه، بيستخدم القوه، بس دايما شريف موجود في ال 18 اكتر. يعني انا لو بلعب الطريقه دي وعايز يبقى اثنين عندي في ال 18 راسين حربه مكملين، يبقى انا هلعب بصلاح محسن والعب بمحمد شريف. دي وجهه نظري الشخصيه. يعني انت دايما برضو حتى كمان صلاح محسن مش المان تارجت رقم، مش اللعيب رقم 9 بالنسبه لك بالظبط. يعني انت ما اكتشفتوش في المكان ده قبل كده. يعني كل المحاولات بتاعت صلاح محسن قبل كده يا بتلعبوا شمال يا كابتن، يا بتلعبوا يمين، يعني بتلعبوا طرف ملعب دايما، او فيرود، او شادو سترايكر رقم 10. بس هو عايز الحته دي يا بلال، هو صلاح عايز الحته دي من زمان. الحته اللي هي ايه؟ اللي هو رقم 9، هو عايز، هو حاببها. مش هو عايز ده موضوع وانت بتلعب ايه ده موضوع؟ لا انا بكلمك ان هو اللعيب كمان مش. هو عنده الحته دي اصلا. اوكي، ما عندناش مشكله، ما عندناش اي خلافات على يعني لعيب بيحب ايه، ما لعيب دايما عايز يبقى بيلعب بياخد بالظبط. لكن هو لما كان بيلعب عشان الوجود ازاره، وحتى برده لما ازاره هيرجع برده هيلعب صلاح محسن، لعيب برده شادو سترايكر ثاني يا كابتن. فخد بالك المهام بتختلف شويه عند اللعيبه من المباريات نفسها، من ادائه في المباريات. بتلاقي لعيب تلقائيا يا كابتن بيروح للمكان اللي بيلعب فيه. يعني انا النهارده لما بلعب هاف ليفت وتقول لي العب راس حربه، هتلاقيني نوعا ما بميل شويه ناحيه الليفت، ده وضع طبيعي سيكولوجيا، اللعيب بيعمل كده. فالنهارده القلق بس ان صلاح محسن النهارده يكون بيتطرف كتير، وانت عندك اثنين اصلا هم بيلعبوا على طرف الملعب. على طرف الملعب لو احمد الشيخ وليد سليمان، الاثنين بيلعبوا على طرف الملعب، ممكن وليد يكون بيكمل في الحته اللي في القلب،
ولكن احمد الشيخ دايما هو بعادته ان هو دايما بيلعب طرف ملعب. تمام. فانا بقول لك بس هي دي الحته اللي انا كنت حابب ان يبقى فيها بعض التغييرات، لكن وجهه نظر كابتن محمد يوسف والنهارده عايز يستحوذ بشكل كبير، عايز يملى نص ملعب، عايز لعيبه عندها مهارات عاليه جدا، الشيخ برده مهاراته عاليه قوي في نص ملعب مع وليد سليمان مع ناصر ماهر. طبعا النهارده ممكن ناصر ماهر يبقى له دور كبير جدا في المباراه النهارده لو هو جاهز بدنيا، ونحط تحت بدنيا دي 100 خط، يعني ناصر ماهر من اللعيبه اللي عندها كوره حلوه قوي وعندها مهاره ويقدر يوصل الفرد ويقدر يكمل كمان في الحته الهجوميه ويقدر يشوط ويقدر يسجل اهداف. لو الحته البدنيه موجوده عند ناصر ماهر بشكل كويس اعتقد هيبقى له دور كبير جدا في مباراه النهارده. فانا بشوف النهارده ناصر ماهر واحمد الشيخ لو فايقين مع صلاح محسن، طبعا وليد سليمان يعني ما شاء الله بقى له فتره ماشي بشكل كويس، لو الثلاثه فايقين هيبقى شكل النادي الاهلي الهجومي قوي جدا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عادل برده كنت متوقع ان باسم ما يبداش، كنت متوقع ان حد اكرم او نيدفيد يبداوا، فعلا يعني نيدفيد بدا باك يمين. برده قول لي ايه رايك في التشكيل؟ لو كارتيرون موجود كان هيلعب، كان هيبتدي باسم. هو خلاص يعني الحمد لله اللي احنا يعني خلصنا يعني. طبعا محمد بحكم انتمائه للنادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي وعارف ان مباراه النهارده نتيجتها بتتحسب له، ومع روح جديده مع اداء جديد، انا في اعتقادي انه دارس كويس قوي للمقاولين العرب وعارف نقاط القوه والضعف فيها ايه، وبالتالي لما بيبدا النهارده باكرم ناحيه اليمين معناها ان هو حاطط راجل قوي جدا نيدفيد اسف حاطط نيدفيد على ولعب مباراه كامله في في الماتش اللي فات مع هو افاق مع الوصل الاماراتي. فاعتقد انه احمد الشيخ برضو في حته، احمد الشيخ هو جاي لنا كان هداف دوري 3 سنوات واحسن لعيب في مصر. ومعرفش علامه الاستفهام انه ما حدش بيلعبه، واذا كان لعب يلعب 10 دقائق 5 دقائق، وحتى لما الفتره اللي بينزلها ما عادش اظن في ما احنا ماتشات نزل 10 دقائق اظن ترسانه يا كابتن مش معنى جاب جول هو يعني لا هو هداف بالفطره، وشفناه لما كان في المقصه واي حته بيروحها لما راح النادي الاتفاق كان في المركز الاخير تقريبا ومشي وجي تاني كان في المركز الاخير يعني يعير وجي تاني في خلال شهرين مع حسين مع زمايله وصلوا المركز الرابع وكانوا بينافسوا على المثلث في المقدمه. فلازم احمد الشيخ النهارده يخش يدخل علشان فعلا انت هتبقى محتاج المركز ده، لما في ماتشين ثلاثه بتلعبهم النهارده عايز تعمل عمليه تغيير يبقى الشيخ يقعد يخش اسلام محارب يخش مؤمن ده يرعى 3-4 ماتشات لحد لما نخلص عنق الزجاجه ده التسع ماتشات دول نخلصهم علشان باذن الله تعالى يبقى فيه الحته اللي احنا محتاجينها ان العناصر القوه اللي عندنا تدخل في الاوقات دي. ان شاء الله هكمل مع حضرتك بعد ما نطلع فاصل ونرجع لحضرتك على طول نكمل كلام كابتن عادل. طيب اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح للكابتن عادل طيب تعالوا نشوف كريم احمد زميلنا العزيز عنده ايه جديد في استاد السلام ونرجع لحضراتكم. ان شاء الله باذن الله يكون كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي موفق في اختيار هذا التشكيل. ان شاء الله باذن الله الغيابات الكثيره التي تضرب فريق النادي الاهلي، كل اللعيبه النهارده متواجد في هذه المباراه يبذل كل ما في وسعه ان شاء الله لتحقيق فوز هام جدا في بطوله الدوري العام. على الجانب الاخر لو بنتكلم على التشكيل الخاص بفريق نادي المقاولون العرب، في حراسه المرمى حسن شاهين، خط الظهر من اليمين للشمال احمد تيتا محمد سمير ابراهيم عادل وحسن الشامي، في المنتصف محمد مجلي محمود واحمد الشيمي، امامهم محمد طلعت، على الاطراف محمد سوستا ولويس ادواردو وطاهر محمد طاهر. يمكن دي التشكيلين لفريق النادي الاهلي والمقاولون العرب، يمكن لسه حتى هذه اللحظه لم ينزل طبعا اللاعبون او الجهاز الفني الى ارضيه الملعب لاجراء عمليه الاحماء. الحضور الجماهيري لو بنتكلم طبعا عليه كنا بنامل ان يكون في عدد من جمهور النادي الاهلي، ولو عدد قليل يكون مؤازر لفريق النادي الاهلي، لكن يمكن نقدر نقول ان يمكن ما فيش حد موجود في مدرجات النادي الاهلي، لكن كالعاده لعيبه النادي الاهلي عندها هدف وعندها تركيز كبير ان شاء الله تصحيح المسار يكون من
من هذه البطولة. مستمرين معاك كالعادة كابتن ميدو مع كل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، وبإذن الله إن شاء الله عقب هذه المباراة يكون فوز مريح للنادي الأهلي وأداء أيضا كمان مميز للنادي الأهلي، ويكون لنا لقاءات عقب انتهاء هذه المباراة مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي. عودة ليك كابتن ميدو وكل نجوم استوديو التحليل. شكرا ليك كريم. يعني قال لنا الشيء المقاولين بس قالوا بسرعه ان شاء الله هنقوله لكم تاني. فريق الجدادات بيجهزه، لكن موضوع الجماهير اتكلمت فيه قبل كده، وبصراحه موضوع غير مفهوم، غير مفهوم بالمره. موضوع الجماهير يعني ايه؟ نادي الاهلي، نادي الاهلي اللي هو احسن حاجه اساسا مش عارف جماهيره مش عارفه تدخل حاجه بصراحه، او جماهيره اساسا ما خدوش تيكت اساسا ولا التيكت ما جاش، حاجه بصراحه يعني الواحد مش عارف يقول ايه اكتر من كده، يعني حاجه تزعل والله يا كابتن عادل. شوف الجماهير التانية بتروح وبتساند فرقها وبتفرح ومبسوطة وبيرموا أزايز من كتر الفرحة وبيشتموا من كتر الفرحة، وإحنا ملتزمين جدا ومش عارف في إيه بقى. مش عايز أقعد أعيد وأزيد في الكلام، حاجة تزعل بجد والله العظيم. أنت عارف يعني إيه فريق الأهلي يدخل لك 3500 واحد؟ الأزمة عند مين بس؟ ما دي يعني ده اللي جننني، مش الاتحاد ولا ما تفهمش حاجه ولا في الاستاد ولا الازمه امنيه، لازم يبقى القصه مفهومه. مفيش الازمه يعني. اكيد مش امنيه، لان الدنيا كلها ماشيه بمنتهى الالتزام، والجماهير زي ما انت شفت يا كابتن بلال قبل كده ملتزمين جدا، والماتشات اللي حضرناها كنا ملتزمين جدا. ايوه ما هو في الاخر وفي الاول والاخر هي ازمه تيكت مثلا، مفيش ما اتطبعتش عارفين في تيكت التيكت اتطبع، التيكت الطبع وكل حاجه، الامن اللي مش عايز مثلا، الامن مش عاوز ليه؟ طيب. مش عارف، هي دي اللي هي دي السؤال المفروض يعني انت عارف. والله نفسنا حد يطلع يقول لنا يعني الجماهير ايه؟ ما تشوفوا لنا حد يا جماعه يقول لنا الجماهير دي ايه؟ ما راحوش ليه؟ الجماهير اللي هي احلى حاجه في الكوره اساسا. هم زعلانين يعني؟ الجمهور زعلان ما راحش عشان الجماهير؟ لا يا كابتن، الجماهير مش عارفه تروح، الجماهير مش عارفه تروح، مفيش يعني تيكت اساسا. المتحدث الرسمي مفيش تيكت اساسا. ماشي ماشي يا كابتن عادل، حضرتك كنت بتكمل كلامك وانا قطعتك، انا اسف. لا لا ابدا مفيش حاجه. اتفضل. واضح من التشكيل كابتن محمد يوسف عامل نوع من انواع التوازن الدفاع والهجوم. فعامل النزعات الهجوميه متمثله في صلاح محسن وهو بيتحرك تقريبا يبقى اداؤه زي ازارو. ويستغل البطء النسبي عند محمد سمير. بالمناسبه محمد سمير كان بيلعب في النادي الاهلي بكده ليبرو. من زمان خالص. فالحته دي برضو وليد في التكمله وفي صناعة اللعب وفي الاختراق وفي التسديد، وكذلك أحمد الشيخ، ومن تحتيهم في عندك ناصر ماهر لو في نوع من الرقابة عليه ممكن وليد يقوم بدور صناعة اللعب. والنزعة الهجومية موجودة عند الأربعة دول مع إضافة كريم برضو عنده النزعة الهجومية، وأيمن أشرف نفس القصة طبعا الكرات الثابتة والحاجات ديت، لكن الجانب الدفاعي برضو أعتقد أن وليد سليمان هيبقى دور ليه دور دفاعي ودور هجومي. عشان كده هم لعبوا على الطرف، لان المقاولين كل لعبه تقريبا بيبقى بيلعب على الاطراف، وخاصه من الطرف الشمال ناحيه الشامي طاهر. الشامي وطاهر عاملين جبهه ناحيه الشمال اللي هي اليمين بتاعتنا، واعتقد يمكن احتمال كبير يبقى وليد هو اللي ناحيه اليمين، ومع كريم نيدفيد على اساس ان هو الجبهه دي تبقى جبهه ايجابيه وخطيره بالنسبه لنا وتبقى سلبيه بالنسبه لهم. من خلالها ان احنا نقدر نستحوذ ونقدر نشكل خطوره. وليد يلعب ناحيه اليمين، مع ان دي حته احمد الشيخ متهيألي ما بيعرفش يلعب غيرها، بيلعب ناحيه اليمين احسن. وليد بيلعب في الناحيتين، بس طبعا العدله بتاعت وليد وبتاعت الشيخ هي ناحيه اليمين. بالظبط. زي ما قال بلال كان يفضل محمد شريف حد بيلعب في بنز. بالظبط. ما انا دايما انا عايز اركز برضو ان انا زي ما كنا قبل كده بنتكلم على الترجي، ان احنا دايما عمالين نتكلم على الجانب الدفاعي وناسيين ان احنا النادي الاهلي. برضه النادي الاهلي الجانب الهجومي كان يعني احنا الجانب الهجومي كنا يعني كل التركيز ان هم اقوياء وان هم جامدين، واتضح ان هم مش جامدين ولا حاجه، فريق عادي ثلاث اربع عناصر موجوده في الفرقه، لكن احنا افضل منهم، عندنا تيم بالاحتياطي كلهم دوليين. كان معظم التركيز ان ازاي هندافع وازاي هنعمل، في حين ان احنا كان وارد جدا ان احنا نجيب اهداف هناك لو احنا عندنا روح قتاليه وعملنا تشكيل الامثل وعملنا التغييرات وقرينا الجيم كويس، ما كانش هيجي فينا جول وكنا هنجيب اهداف. لكن الروح الانهزاميه اللي كانت موجوده خلتنا رايحين ما بنلعبش وما فيش روح، معتمدين ان احنا ولا الترجي؟ لا الترجي طبعا الماتش الاولاني طبعا. حتى الوصل كنا يمكن افضل شويه، لكن برضه بدايه اصرار على تشكيل معين وابتداء بدايه التشكيل برضه فيها غلط، وبعدين ثم التغييرات وقرايه الجيم ما كانتش موجوده. النهارده في توازن دفاعي وهجومي، واعتقد انه هشام مع حسام عاشور عاملين
ضبط وسط الملعب وعمليه التحضير للهجمات وقطع الهجمات قدام كوليبالي وسعد سمير في الكرات الثابته هتبقى في منتهى الخطوره بالنسبه لنا. واعتقد النهارده ان شاء الله ولادنا هيأدوا جيم على اعلى مستوى بروح قتاليه ثانيه، والتشكيل ده اعتقد انه هيستمر الماتشين اللي جايين كمان، ان احنا متوقعين النهارده ان احنا هنكسب باذن الله تعالى. يا رب يا رب. كابتن حماده، يعني السؤال مهم، حسام عاشور وهشام محمد قريبين قوي في الشكل، دايما بنتكلم عن احنا عايزين حد اللي هو ينزل يكمل، بيعملها الشيمي في المقاولين، كان جايب الماتش اللي فات هدف، جاب هدف كويس كان في قلب ال 18. الديفندر ممكن هشام يعمل كده؟ حسام عاشور خلاص احنا حافظينه طول عمرنا ان هو خلاص هو لعيب الديفندر، الديفندر يعني الارتكاز بتاع الملعب. هل هشام ممكن يعمل الدور ده؟ هل بياخد تكليفات ممكن يعمل الدور ده؟ بص، هشام عنده برضه الحته بتاعت التكمله لقدام شويه، يمكن كان بيعمل مقصه بشكل كويس، يمكن عنده كان الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي كان عنده التزام شويه بالناحيه الدفاعيه جنب حسام، لكن هو هشام من عنده النزعه اللي بيكمل شويه قدام، بيبقى قريب كان دايما من وليد، لما كان وليد بيلعب من تحت راس الحربه بتلاقي هشام ناطط جنبيه بشكل كويس. فهشام عنده حته التدوير الكوره بشكل كويس، ولكن يعيبه البطء شويه في تمرير الكوره، لكن هو عنده كوره كويسه جدا، بيعرف ينقلها بشكل سليم للوصله اللي بيعملها لقدام بشكل كويس، موجوده عند هشام. طبعا حسام عاشور برضو من القاعده الاساسيه في وسط ملعب النادي الاهلي، بيعرف يدور الكوره بشكل كويس، اللي هي ببني ازاي من تحت، محتاج ناس برضو بتعرف تنقل الكوره تطلعها من ورا لقدام بشكل سليم، بس محتاجين سرعه شويه في نقل الهجمه، في نقل الكوره، اللي هي عمليه التدوير للنادي الاهلي يمكن شفناها السنه دي بس في ماتش النجمه في النجمه، برغم ضعف المنافس ولكن عملنا حته الاستحواذ بشكل رائع، كان النادي الاهلي قدم كوره رائعه، ماليش دعوه بالخصم اللي قدامي، ولكن هي دي كره النادي الاهلي المفروض اللي بيشتغل عليها، اللي هي الاستحواذ، الرغبه بلاقي مساحه اشتغل فيها، التحرك اللي بدون كوره اللي بيشتغل فيه وليد بشكل كويس، كان ازارو بيتحرك بيشتغل عليها في المساحات، النهارده عايزين نشوف صلاح برده محسن في المساحات ازاي، وعنده السرعات وعنده الامكانيات اللي يقدر يشتغل فيها، عنده سرعات بشكل كويس كمان بقف على، ولكن النهارده هتلاقي ممكن تلاقي المقاولين بيلعب بشكل يعني في يعني رجوع شويه ممكن، ويستغل المساحات في الهجمات المرتده في عنده طاهر، محمد طاهر. استاذنك، طب اقول تشكيل مقاولين بسرعه سمير، تشكيل مقاولين لو مجهزينه حسن شاهين ومحمد سمير وابراهيم عادل قدام حضراتكم، واحمد محمود ناحيه اليمين، وحسن الشامي، محمد مجلي، واحمد الشيمي، ولويس ادواردو الكولومبي، ومحمد سوستا، وطاهر، محمد طاهر، ومحمد طلعت، بدلاء نادي المقاولين ابو السعود وابراهيم صلاح واسلام وكريم مصطفى واحمد علي وعبد الوهاب اسماعيل وعماء وادجر اللعيب الغاني. اتفضل. بص، هو عنده بيلعب التشكيل النهارده، هتلاقي فيه على الاطراف محمد طلعت ولويس ادوارد، لويس ادوارد بيشتغل ناحيه اليمين، هو كان مفتاح اللعب النادي المقاولين الفتره اللي فاتت كلها، هو اللي بيعمل الفارق، عنده السرعات وعنده المهاره، بيشتغل وينج رايت ثابت. محمد طلعت ابتدى يوظفه مش كمهاجم، كان بيوظفه على طرف، بس النهارده بالتشكيل ده ممكن يوظفه كراس حربه، عشان طاهر بيلعب برده من طرف، طرف الشمال زي ما قال الكابتن عادل، وطاهر عنده الاختراق من العمق، عنده السرعات بشكل كويس جدا، بيلعب اثنين ديفندر الشيمي وسوستا، الاثنين بيبقوا ثابتين قدامهم مجلي، مجلي من اللعيبه اللي هو استقدامات جابها من بني سويف، لعيب كويس يمكن ما لعبش الماتش اللي فات، ولكن عنده الاختراقات اللي من العمق، بيشتغل تحت راس الحربه كويس، يعني زي دور ناصر ماهر في النادي الاهلي، وعنده سرعات، هو جسمه قليل ولكن عنده المهاره وعنده الرؤيه الجيده، بيشتغل من الاطراف الشامي واحمد طيطه، عندهم ادوار هجوميه كتير، ولكن النهارده ممكن تلاقي خمسه في نص الملعب، ففعال دي في الكوره هتلاقيه بيلعبوا بخمسه في نص الملعب وراجعين، وراس حربه وحيده هتلاقيه طلعت بيتحرك قدام، يمكن احمد علي كان الماتش اللي فات هو اللي بادئ، يمكن حاطه النهارده على مقاعد البدلاء، ولكن ما هي لاعب محمد طلعت في كراس حربه مقاتل، وبي على كل كوره بيعمل الضغط بشكل كويس، ولكن الطرفين في المقاولين النهارده اخطر مكانين في المقاولين لويس ادوارد وطاهر محمد طاهر، الاثنين بيشتغلوا كويس مع محمد مجلي في نص الملعب اللي هو بيزيد بشكل كويس،
فالتحولات بتاعتهم الهجوميه فيها خطوره، في السرعات بتاعت الاطراف سرعات كويسه. طاهر رجع منتخب الاولمبي وكان منتخب اول، من اللعيبه كويسه قوي 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 في نادي المقاولين، ابتدوا ليهم شكل بشكل كويس بيأدوا. يمكن ادوارد اخر ثلاث ماتشات هو سبب مكسب للمقاولين، بيخترق كويس، بيعمل عنده صناعه الاهداف بيعملها بشكل كويس جدا. يعني احنا هنتكلم عن المقاولين يا كابتن بعد ما نخلص كلام عن النادي الاهلي، نتكلم عن المقاولين ندخل في دماغ عماد النحاس. بس بلال قول لي محمد يوسف عايز ايه من التشكيله دي؟ ممكن تشوف طريقه لعبه مختلفه، ممكن تشوف شكل النادي الاهلي، مع ان المده كانت قليله جدا بين رحيل كالترون وتوليت محمد يوسف المسؤوليه الفنيه. بص ميدو، واضح من التشكيله اللي احنا شايفينه النادي الاهلي ان هي الموضوع موضوع يعني حماسي اكتر منه اي شيء، يعني يعطي فرصه لبعض اللعيبه عشان يبقى فيه فتره جديده مختلفه عن فتره كارترون الفتره اللي فاتت. بالظبط، يبقى فيه روح جديده بالنسبه للمدير الفني. مفيش تغييرات هتحصل كتير، قصدي تطور في اداء اللعيبه مش هيحصل بشكل كبير، لان الزمن والمده اللي اشتغل فيها كابتن يوسف مده قصيره، هي دوب بس تحفيز بعض الحاجات داخل الجيم، بعض المهام المختلفه اللي ممكن ياخدها بعض اللعيبه داخل الملعب. النهارده في شكل يمكن نفس شكل اداء النادي الاهلي، ولكن يعني من التشكيل اللي احنا شايفينه قدامنا ان النادي الاهلي بيدور على شخصيه النادي الاهلي، شخصيه بتاعت الاستحواذ، الشخصيه بتاعت ان انت بتعتمد على المهاره، بتعتمد على الجماعيه في الاداء اللي ما كانتش موجوده عند مستر كارترون. النهارده من التشكيل اللي موجود قدامنا ناصر ماهر اللي بيعمل عمليه الربط ما بين المدافعين واللعيبه والمهاجمين، النهارده احمد الشيخ وليد سليمان الاثنين موجودين على طرفي الملعب، اللعيبه اللي كلها اللي موجوده النهارده في الناحيه الهجوميه، اللعيبه كلها عندها مهارات فرديه. تمام. مش بس السرعه. تمام. المهاره الفرديه ده معناه ان انت المهاره دي تقدر تستخدمها جماعيا وفرديا في الملعب. لما يبقى عندك مساحه ان انت تشتغل لوحدك فردي هتشتغل لوحدك فردي، اللعيبه اللي موجوده دي تقدر تحل مواقف فرديه كتيره جدا في اي حته في الملعب، وكمان تقدر تشتغل بيهم جماعي. النهارده الفكره اللي موجوده عند كابتن يوسف من وجهه نظري ان هو يرجع شخصيه النادي الاهلي، الشخصيه الجماعيه، الشخصيه الاداء الفني العالي، الاستحواذ، النقل الكتير، الاختراقات. النهارده برضو عندك فرصه في بعض الاوقات، ولو انا اعتقد ان كابتن عماد النحاس هيبقى النهارده كابتن فكره مختلف شويه عن المباريات اللي فاتت، هيلعب النادي الاهلي زون ديفنس ويعتمد على السرعات، بدليل ان احمد علي قاعد بره وبيلعب مكانه اثنين بس هيعتمد على السرعه بتاعته. فالنهارده النادي الاهلي هيرجع من وجهه نظر الشخصيه للاسلوب القديم، الاسلوب اللي اتعود عليه، اسلوب النادي الاهلي في نقل الباص، في الاحتفاظ بالكوره، في المهارات الفرديه اللي عند اللعيبه، في الجماعيه، في الاداء اللي ممكن نشوفه النهارده بشكل كبير. حاله جاهزيه الاثنين اللي موجودين في نص الملعب النهارده، احمد الشيخ وناصر ماهر، لو الاثنين جاهزين بدنيا النهارده اعتقد الاهلي هيكون له تفوق كبير جدا. احمد الشيخ الجماعيه فين؟ نعم، هنشوف احمد الشيخ فين؟ هيلعب ناحيه الشمال. لا، هيلعب ناحيه الشمال، وهيلعب وليد سليمان ناحيه الشمال، وهيلعب ناحيه ولا لا اعتقد لو وليد سليمان. بص خد بالك، هو كل مدير فني بيحاول يطلع افضل حاجه عند اللعيبه اللي موجوده. بالظبط، احمد النهارده وليد سليمان المكان المميز بالنسبه له اللي بيقدر يسجل بيه هدف انه ناحيه اليمين ويضم النص ملعب. بالظبط، مش من العكس، مش من ناحيه الشمال. بالظبط، ويدخل لجوه. بالظبط، تمام. فدي الناحيه الافضل بالنسبه لوليد سليمان اللي تقدر تستغل. واحمد الشيخ نفس الكلام. بس احمد الشيخ خد بالك بقى له فتره ما بيلعبش، هو عايز يستغله في نص ملعب اكتر من وجهه نظري يعني. تمام. هشوف ان حته ان احمد الشيخ يطلع على الطرف ويعمل كرات عرضيه دي ممكن ما تكونش النهارده موجوده كتير يا كابتن، يعني ما اعتقدش من وجهه نظري. ولا ممكن يدي لاحمد الشيخ وناصر ماهر حريه تحت تحت صلاح محسن ويبقى معاه وليد سليمان؟ ممكن نشوف كده. بص من التشكيل اللي موجود، لا ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش من التشكيل اللي موجود ان هو ممكن يخلي ناصر ماهر واحمد الشيخ الاثنين بيلعبوا فري يعني قصدك؟ لا ما اعتقدش. يعني اعتقد ان كل واحد هيلتزم بالمكان بتاعه. ممكن يكون التحرر في بعض الاوقات موجود، لان ناصر ماهر لعيب متحرك، خد بالك ناصر ماهر لعيب متحرك، يعني هو مش ثابت. ناصر ماهر ممكن تلاقيه مره ناحيه اليمين، مره ناحيه الشمال، مره بيكمل كفيرود بيخش وبيعمل الدبل باس، وشفناها في اوقات كتيره جدا. هو اللي بيكمل وبيعمل الثرو باسز في اوقات كتيره كان بيعملها لازارو لما كان موجود، وكان لما كان بيلعب معاه. فالنهارده لا، التشكيل اللي موجود زي ما قلت لك يا ميدو هو تشكيله النادي الاهلي اللي بيحاول ان هو يرجع بيها شكل واداء النادي الاهلي في الملعب يعني. فده يمكن ده هو فكره كابتن يوسف النهارده في الملعب، عايز يفرد ايقاع ورتم لعب النادي الاهلي النهارده على فريق المقاولين من بدايه اللقاء، وهتبقى مهمه جدا النهارده. اول ثلث ساعه بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا بالنسبه للتوليفه اللي موجوده قدامنا دي. على الورق التوليفه اللي موجوده قدامنا، لو اول ثلث ساعه احنا اللي خدنا المبادره، النادي الاهلي كان افضل، هو اللي استحوذ، هو اللي ضغط، اعتقد الحماس اللي هيبقى موجود عند اللعيبه دي والرغبه اللي موجوده ممكن تخلي النادي الاهلي افضل بكتير جدا النهارده في مباراه المقاولين. تمام كابتن عادل، تعال ندخل في دماغ عماد النحاس شويه. زي ما قال بلال، مين اللي عايز ياخد الاسبقيه في الاول، محمد يوسف ولا عماد النحاس؟ عماد النحاس معاه دفعه قويه جدا، لعب خمس مباريات كسبان اربعه ومتعادل في مباراه ما شاء الله. محمد يوسف اول مباراه عايز برضو يستغل اللي بيتكلم فيه بلال، اللعيبه الجديده والروح الجديده، وعايز يرجع شخصيه الاهلي. مين اللي هياخد الاسبقيه في الاول، ومين اللي هيفرض رتمه على الثاني؟
عماد النحاس بحكم ان هو كان لاعب سابق في النادي الاهلي وخد تجارب يمكن كثيره جدا في انديه يعني كانت صعبه وكده، فهو عارف قيمه النادي الاهلي، وبالتالي لما يجي يبدا المباراه ما اعتقدش انه هيبدا جيم مفتوح وهيبتدي يهاجم زي ما قال الكابتن حماده والكابتن بلال، هيبقى فيه نوع من انواع الحرص الزياده ثم يبتدي يعمل هجمات مرتده عن طريق طاهر وعن طريق الراجل الافريقي لويس إدوارد. بس في نقطه بتكمله الكابتن بلال، هو وليد مش هيبقى ثابت على الخط. انا في اعتقادي ان ناصر ماهر بيتحرك من اليمين للشمال وهيبقى هو الحائط صد مع وليد، يعني وليد بيلعبها له ويضم ما بين شق ما بين الباك والسرد باك وتتعبل له في الحته ديت، هيبقى اقرب انه يبقى راس حربه تاني مع ازارة. وكذلك احمد الشيخ بيلعب على الشامي بيجيد اللعب برجل الشمال، رجل اليمين ضعيفه جدا، وبرضه ممكن يبقى عن طريق ناصر ان برضه يبقى حائط صد سواء مع هشام او مع حسام عاشور، انه برضه بيلعب له الكوره ويضم للداخل تتعمل له، هيبقى الراجل في ظهره ويستغل. لا انا قلت يا كابتن مش هيبقى ثابت، انا اصلا قلت وليد سليمان اللي هيلعب الناحيه الثانيه العكس، يعني وليد سليمان هو حتى لو لعب ناحيه الشمال دي قصدي دي يعني اكتر حته بيجيد فيها وليد لانه بيلعب من الحته دي ويضم لجوه تمام، ونفس واحمد الشيخ عنده برضه الميزه دي. ده هي دي ميزته الاساسيه، هو كان ممكن يحل الفيلم ده ويلعب. بس النقطه الثانيه اللي هي يمكن النهارده وشريف لعيب كويس يوسف هيستغلها، انه وليد هيبقى اقرب انه يبقى راس حربه ثاني. لا ما كنت بتكلم في كده مع راس حربه تاني، بس مش من الطرف للعمق، من الطرف للعمق، بحيث انه يروح مع ناصر، ناصر بيلعبها له، واعتقد الجمله دي هنشوفها، هيلعب لناصر ويروح رايح من وش من قدام الظهير اليمين قدام وشه كده ما بين السرد باك وتعمله في الحته ديت تبقى على عدلته. وكذلك احمد الشيخ الحته دي انا اعتقد ان احنا ان شاء الله هنشوفها. بالنسبه للكابتن عماد النحاس اعتقد انه عامل سيناريو للمباراه، فمخلي الفيرود التقيل بتاعه احمد علي بره لفرصه ان هو لما لو جه فيه هدف او حاجه وحاول ان هو يعني يبقى عنده تغييره قويه، وحتى حاطط كمان ابراهيم صلاح بره في دكه البدلاء، وده برضه من العناصر الدفاعيه الخبرات القويه الخبرات عايز يعمل دكه البدلاء يبقى عنده فيها قوه. اعتقد انه هيلجا للكرات السريعه المرتدات السريعه، لكن هيبدا مأمن ويحاول انه يضيق المساحات بحيث انه النادي الاهلي ما ياخدش راحته في عمليه الاستحواذ، ودي هتكلفه انه لعيبته اذا ما كانتش جاهزه بدنيا هتجري كتير. انك انت لما تروح تضغط يمين او شمال هيبقى فيه نوع من انواع الجهد البدني اللي لعيبه النادي الاهلي اعتقد انهم هيستغلوها النهارده بحكم خبراتهم وبحكم انهم عارفين كويس قوي انهم لازم يصالحوا جماهيرهم النهارده. ما فيش بديل النهارده غير ان هم يصالحوا جماهيرهم النهارده باذن الله تعالى من خلال الاداء الممتاز والنتيجه ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى يا رب يا رب. عايز اقول لكم عماد النحاس لعب امام النادي الاهلي كمدير فني 6 مباريات، خسر في 5 وتعادل في مباراه وحيده، له 4 اهداف في شباك النادي الاهلي وعليه 16 هدف زي ما حضراتكم شايفين. 6 مباريات، 5 خساره ومباراه تعادل، 4 اهداف و16 هدف عليه، وخد نقطة واحدة من النادي الأهلي اللي هي مباراة التعادل. يعني كابتن حمادة كانت مباراة الشرقية أعتقد كده. كابتن حمادة كنت حضرتك اتكلمت على المقاولين بتفصيل، لكن برضه قولي دخلني في دماغ عماد النحاس أكثر، هل عماد النحاس هيلعب، ودي أنا مستبعدها شوية من وجهة نظري إن هو هيلعب متخوف شوية أو هيلعب على الكاونتر أتاك، عشان كده شايل أحمد علي، شايف إن عماد النحاس ممكن يستغل الدفعة المعنوية لفرقته والمكاسب اللي هو بيعملها على طول، 5 مباريات كسبان 4 ومتعادل المباراه، ممكن هيك لا الفريق يضغط على الاهلي. الفريق عنده ثقه. يمكن الماتش اللي فات لعب بثلاثه ديفندر صراح جدا، ابراهيم صلاح، الشيمي، سوستا، الثلاثه اقوياء جدا في نص الملعب عندهم الاستخلاص. النهارده مغير مقعد ابراهيم صلاح وبيلعب مجلي اللي هو عنده النزعه الهجوميه اكتر بالظبط، وبيزيد بشكل كويس. فبالتشكيل ممكن تلاقي هو يعتمد على المرتد بالمهارات والسرعات اللي قدام، ولكن هيبقى عنده تحفظ شويه في نص الملعب، هيبقى عنده واجبات، مدي واجبات دفاعيه لكل لعيب في وسط الملعب او الاطراف. يعني ابتدى، يعني شفت الماتش اللي فات محمد طلعت كان بيلعب ناحيه الشمال بيرجع مع الباك لاخر الملعب، كان بيبقى عاملين جبهه هو وحسن الشامي بشكل كويس. الناحيه الثانيه كان ادوارد وكان تيتا، الاثنين
عاملين جبهه دفاعيه كويسه جدا في الماتش اللي فات. النهارده هو بيغير السيستم بتاعه، بيلعب اتنين ديفندر واحد قدامهم، عنده اللي هو ازاي عنده التطوير الهجومي، ازاي لما يقطع الكوره يبقى عنده شغل هجومي بشكل كويس، عنده طلعت بيتحرك في الامام، عنده طاهر بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، لويس ادوارد بيعتمد عليه من الناحيه اليمين، فعنده شكل هجومي خطر في السرعات اللي قدام ووجود مجلي. ده بيديك انطباع اللي هو لما يقطع ازاي هيروح يهاجم بالناس الاربعه اللي قدام بشكل كويس، يمكن يدي واجبات دفاعيه اكتر للاطراف، ما يزيدوش بالشكل المطلوب زي كل الماتشات، مديها للاربعه اللي قدام، التحولات بتاعته تبقى موجوده من الاربعه دول بشكل كبير. يمكن لو حطيت لي النهارده لو لعب بالثلاثه ديفندر اللي لعب بيهم الماتش اللي فات اقول لك اه هو هيلعب زون ديفنس بشكل مبالغ فيه، ولكن وجود مجلي في الملعب في الاول ممكن تلاقي فيه واجبات شويه كده مع حسام عاشور، مجلي دوت يمنع موضوع التحضير. الراجل بيلعب قريب قوي من طلعت، يعني هو عنده الحته اللي قدام اكتر من الدفاعيه في نص الملعب، وعنده اثنين ثابتين الشيمي والسوستا، الاثنين ديفندر اللي هم بيقطعوا بشكل كويس، والشيمي كمان عنده التكمله الهجوميه اللي شفناها في الماتش اللي فات بالزبط. سجل هدف الكره لما راحت لادوارد ناحيه اليمين، هو عمل سبرنت قوي جدا من نص الملعب بقي جوه السته عرف وسجل هدف، لعيب كويس لعيب كويس وعنده التكمله دي اهم حاجه في الديفندر. هتلاقي الشامي على طول هتلاقيه جنب مجلي في الناحيه الهجوميه، الاثنين بيعملوا زياده عاديه، وحسب بقى الارتداد بتاعه ارتد ازاي، اكيد سوستا هو اللي هيبقى ثابت في نص الملعب، اكيد تامين الواجبات الدفاعيه اكتر للعيبه داخل الملعب. قوه النادي الاهلي طبعا هو عارف القوه الموجوده في النادي الاهلي، بس هو يمكن هيقول لك استغل الحاله بتاعت النادي الاهلي النهارده، الحاله اللي هو كمان إيه؟ هو عنده حاله ايجابيه، هو حاله وعنده ثقه بالظبط، وعارف الفرقه الثانيه النادي الاهلي لا بديل عن الفوز، فممكن تلاقي في خطوط اتفتحت، في مساحات ظهرت ليه هو اللي هيلعب عليها، يعني طول الوقت هو بيفكر فين المساحه اللي هيقدر يشتغل فيها لما لو الاهلي اندفع، وهو خلف الاطراف، خلف ايمن اشرف، خلف كريم ندفت، هي دي اللي هيشتغل عليها، دي الخطوره اللي هتلاقيها في المقاولين، اللي هي ازاي هيشتغل على الاطراف بتاعت الناحيه الهجوميه، لو لما الاهلي بيروح في المكان الفاضي هيشتغل فيه لما يقطع الكوره في السرعات اللي قدام. تمام بلال، قول لي اهم السلبيات اللي عالجها محمد يوسف في الثلاث اربع ايام دول من وجهه نظرك. بص، ما انا هقول لك يعني النادي الاهلي، انت بص انت كل حاجه انت يعني بتستشفها من التشكيل اللي انت بالزبط. اللي بيشتغل عليه كابتن محمد يوسف، يعني انت في الحته الدفاعيه خلاص هو في ثبات في الحته الدفاعيه بشكل كبير، انت عندك مشكله في الحته الدفاعيه في العمق الدفاعي بتاعك، الحته الدفاعيه في الاختراقات الدفاعيه عندك ده اللي بتكلم فيه. طبعا مشكله كبيره جدا جدا جدا، واعتقد دي ممكن يشتغل عليها في التدريبات نفسها، يعني يشتغل عليها في التدريبات والتوجيهات، ازاي اللعيبه تقف، ازاي اللعيبه تتحرك، ازاي اللعيبه تبقى كلوز من بعضها، الحته العكسيه ازاي تشتغل في الهجمات المرتده اللي عليك بشكل كبير. يمكن الكابتن اتكلموا كابتن عادل وكابتن حماده في حته النادي الاهلي ازاي يعني، وانت يعني الحته الدفاعيه دي نشتغل عليها كمان واحنا في المرتدات اللي علينا، يعني انت النهارده بطبيعه الحال النهارده لما تيجي تدخل في مخ عماد النحاس هتلاقيه بيقول لك انا هشتغل على النادي الاهلي ازاي في الحته الهجوميه، هشتغل على النادي الاهلي ازاي واقدر استغل التواجد الكثافه العدديه الهجوميه عند لعيبه النادي الاهلي. انت عندك اربع لعيبه في النادي الاهلي النهارده ممكن ما يدافعوش بشكل كبير، يعني الاربعه الثلاثه اللي موجودين تحت ومكمل معاهم في بعض الاحيان هتلاقي شباب محمد اكتف، عندنا خمسه في الحته الهجوميه بالاضافه لباكين الطرف، لان يعني انت في الطريقه اللي موجوده دي او طريقه النادي الاهلي بشكل عام انت بتعتمد على الباكين بتوعك، الباك اليمين سواء كريم ندفت ممكن يخش ويتقدم زي ما شفناه في كرات الوسط، او ايمن اشرف يخش يعمل الهجمات من ناحيه الشمال، فانت ازاي عماد النحاس اكيد بيفكر في الحته دي، ازاي هقدر اضرب النادي الاهلي بالكرات السريعه، عشان كده زي ما الكابتن قال ما لعبش بنفس الطريقه اللي لعب بيها المباراه اللي فاتت، هو مش عايز يستحوذ النهارده، هو ما يهموش ان هو يستحوذ على نص ملعب النادي الاهلي، يهمه النهارده ان هو ازاي لما يستلم يبقى عنده مساحه يقدر يشتغل عليها بالزبط. عشان كده الثلاثه اللي موجودين قدام ثلاثه كلهم عندهم سرعه بالزبط. هو شال اللعيب المحطه اللي موجود عنده احمد علي لانه خلاص هو مش عايز يستحوذ النهارده، لما يكون عندي لعيب محطه في نص في الهجوم هو بيثبت ويقف على الكره ويستنى الناس اللي موجودين من الخلف، فبالتالي مش عايز يعمل الحته دي النهارده، هو عايز يكسر المجموعه ويطلع مجموعه بالظبط. لو قدر ان هو يشتغل مع النادي الاهلي ويقدر يسجل هدف هتلاقي الاستراتيجي متغيره للشوط الثاني خالص، هيبتدي ينزل ابراهيم صلاح يقفل ويستحوذ، هيبتدي ينزل احمد علي. تفتكر ممكن يعمل كده ولا طبعا دي اكيد حاطط سيناريوهات، طبعا اكيد حاطط سيناريوهات زي كده يا كابتن حماد، ان هو مثلا لا الشوط الثاني هيلعب بشكل مختلف لو النتيجه تعادل او لو
هو متقدم على لقدر على النادي الاهلي في حاجه. فالنهارده كابتن عماد النحاس ودي طريقته معتاده وكان بيلعب برده بيها في اسوان بيقفل بشكل كويس جدا دايما في واحد من الاثنين الديفندرين قدام الاثنين الاستوبرين وقدام الاثنين الباكين عشان يعمل عمليه التامين بشكل كويس قوي ما بيحاولش ان هو يجازف في الحته دي. يعني ممكن النادي الاهلي يشوف عاشور مره بينطلق لقدام هشام محمد مره بينطلق لقدام الاثنين ممكن تكونوا موجودين مكملين في الهجمات لكن عند عماد النحاس دايما في واحد موجود قدام الاثنين استوبرين هو عارف ان في مشاكل عنده في الحته الدفاعيه دي في حته البطء عشان كده النهارده هتلاقي لعيبه المقاولين العرب دايما قريبين من المرمى بتاعهم يا كابتن مش هتلاقيهم زياده مش هتلاقيهم في نص ملعب مش هيدوا فرصه لان هم عارفين طبعا القدرات اللي موجوده عند صلاح محسن السرعات اللي موجوده عند وليد سليمان اللي موجوده عند احمد الشيخ فهو النهارده هيلعب بالحته دي ثابت شويه في الحته الدفاعيه قدامهم واحد من الاثنين الميدفيلدر موجود بيامن والثلاثه اللي موجودين والاثنين اللي موجودين قدامه والثلاثه اللي موجودين فراوده هم دول اللي بيشتغلوا في الحته الهجوميه تمام فالنهارده عماد النحاس بشكل كبير هيعتمد على سرعاته برده النهارده في الهجمات المرتده يعني هو عماد النحاس هيبقى الاكشن ولا الري اكشن لا اعتقد لا هيبقى الاكشن من بدايه اللقاء هو خد بالك برده ميدو هو اي مدير فني النهارده بيشتغل برده على الحاله النفسيه بشكل كبير هو يقول لك الحاله النفسيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي هم جايين حاله نفسيه سيئه انا كمان المقاولين ما عندوش ما يبكي عليه جاي من خمس مباريات وبيلعب النادي الاهلي فلو اتغلب النهارده برده وضع طبيعي لو اتغلب وعمل مباراه جيده للنادي قدام النادي الاهلي فده برده تحسب لعماد النحاس فالنهارده انا ممكن يبقى نازل المباراه وعندي سيناريو انا اللي بضغط انا اللي بشتغل انا اللي بستغل السرعات انا عندي برده لعيبه عندها مهارات فرديه زي ما الكباتن اتكلموا عنده ادوارد عنده مهارات فرديه عنده مجلي عنده طلعت عنده طاهر محمد طاهر الاربعه عندهم مهارات فرديه وعندهم سرعات يقدر يشتغل بيها على النادي الاهلي وزي ما قلنا هو ممكن يكون مقسم الجيم انا بشتغل الشوط الاول بعتمد على السرعات اللي موجوده عندي والشوط الثاني ابتدي اغير واعمل عمليه الاستحواذ واضيع الوقت يعني. تمام كابتن عادل تتفق مع الكلام عماد النحاس هيبدا المباراه بفكره واسلوبه هو وضغطه على النادي الاهلي ولا يستنى رد فعل من النادي الاهلي؟ خصوصا كمان انا كنت اتكلمت مع محمد عادل بعد المباراه اللي فاتت وقلت له هل استراتيجيه نادي المقاولين ممكن تتغير بعد المكاسب اللي عاملها عماد النحاس؟ قال لي اكيد انت زي ما تكون سامعنا لسه مكلم عماد النحاس ونقعد مع بعض عشان نغير حاجات كتير عشان نمشي زي ما احنا ماشيين. هو بداية زي ما قال الكابتن بلال كده هيبقى يحاول انه يرفع الضغوط عن اللعيبه. فيقول لك انت جاهز من خمس مباريات اربع ماتشات مكسب وماتش تعادل. بالظبط. فيحاول يرفع الضغوط من عليهم بحيث ان هو يبقوا نازلين يعني ما فيش ضغوط عليهم والعب واتمتع وادي الاداء هم ما فيش ضغوط عليهم فعلا. اذا لم يحترم النادي الاهلي وقفل المساحات كويس اعتقد انه هيعاني. يعني برضه لازم يعلم ويعرف ان لعيبه النادي الاهلي برضو يعني مريض بس ما يعني ما بيموتش لا انت لا. خارج من بطوله وانت عندك رصيد بطولات يعني يكفيك 30 سنه قدام يكفيك ل 100 سنه مش 30 سنه يعني بقول يعني لو انت ما كسبتش حاجه 30 سنه اذا نزل بثقه ودي حاجه مطلوبه انا ماسك مدير فني بلاعب النادي الاهلي انزل بثقه ومتع نفسك وادي اداء من غير ضغوط لكن في نفس الوقت اذا انا ما كنتش احترم النادي الاهلي وعارف ان لعيبه النادي الاهلي دي هتبقى نازله ومصممه انها تادي اداء قوي جدا وعايزين المكسب وان في لعيبه عندها القدره انها تعمل الاستحواذ جيد وانها تشكل خطوره كل ثانيه على مرمى المقاولين العرب يبقى انا ما احترمتش النادي الاهلي عشان احترم النادي الاهلي كويس قوي لازم ابقى دافع كويس قوي وبلعب المرتده اذا ما عملتش كده في بدايه المباراه اعتقد النادي المقاولين العرب هيعاني لانه عنده ثغرات كتيرة قوي الفرق تمام يا كابتن سواء في قلبي الدفاع او في وسط الملعب سواء سوستا او الشيمين الواجب الدفاعي بتاعهم مش على القدر المطلوب تمام بشكركم ان شاء الله اشوفكم بعد المباراه ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي مباراه مهمه جدا جدا بمحمد يوسف وعماد النحاس مين هيكون صاحب الكلمه العليا ان شاء الله تكون من نصيب محمد يوسف والنادي الاهلي ايا كان ال11 اللي لعبوا زي ما قلت لحضراتكم في الاول ايا كان مين هو ما يهمناش التشكيل خالص بقدر ان احنا يهمنا عايزين 11 راجل النهارده عشان يعود الثقه بسرعه جدا جدا وزي ما قلت لكم قبل كده ان شاء الله النادي الاهلي لما يقع ليه 1000 قومه اشوفكم بعد هذه المباراه عندنا كلام كتير جدا مهم اكيد هنتكلم فيه شكرا لكم